السلام عليكم ومرحبا بكم ضمن حلقة جديدة من برنامج مباشرة معكم. كما هي العادة كل شهر أبريل يعود ملف الصحراء إلى الواجهة، ولكن هذه المرة بحدة أكثر لتسارعت الأحداث والتطورات خلال الأسابيع الأخيرة منذ تقديم تقرير الأمين العام الأممي لمجلس الأمن وصولا إلى تسريب مشروع مسودة لإدماج مراقبة حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية ضمن مهام المينوسو، وصولا إلى التصويت على القرار 2099 وردود الفعل التي أثرها سواء على المستوى الرسمي أو داخل الأقاليم الجنوبية. سنناقش في حصة هذا المساء بعدما اتضحت الأمور أبرز الخلاصات مما وقع، أبرز الاستنتاجات والدروس في تدبير الملف مستقبلا، ما دار ربح المغرب من القرار 2099، ورقة حقوق الإنسان وكيف يتم توظيفها، وكيف بإمكان المغرب ترسيخ المكتسبات التي حققها في هذا المجال والمضي قدما بها أكثر، وكذلك الحقوق سواء في جانبها السياسي والمدني وكذلك الاقتصادية والاجتماعية. سنناقش مجمل هذه المحاور بعد أن يحيطكم حسين الزيق علما بأبرز وسائل التواصل مع البرنامج. حسين تفضل. نعم شكرا سي جمع، مرحبا بالمشاهدين اليوم في تواصل دائم مع البرنامج. بسرعة عندك روب وسائل التواصل معنا، عندنا الرسائل النصية القصيرة رسالة SMS على الرقم 18 18، عنوان إلكتروني مباشر كما هو مبين أسفل الشاشة اللي هو مباشرة @2m.ma، أو للتفاعل مع محاور النقاش من خلال الانترنت. هناك منتديات خاصة بالبرنامج في المواقع الاجتماعية فيسبوك تويتر كما كتشوفوها أسفل الشاشة. الغرض ديالنا نعرضوا الأسئلة والآراء ديال المواطنين كما جاتنا، ونعاودوا نطرحوها كأسئلة وآراء واقتراحات على ضيوف حلقة هذا اليوم. شكرا لك الحسين والمشاهدين الكرام. سي مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مرحبا بك. مرحبا. تابعنا كيفاش تطورت الأمور يعني بشكل متسارع خلال الأسابيع الأخيرة، من وجهة نظرك أبرز درس يمكن أن يستخلصه المغرب مما وقع؟ وفي الحقيقة هنالك عدة دروس. الدرس الأول يتمثل في مشكل التواصل. عندنا احنا كبلد إشكالية في التواصل على المستوى الدولي، شرح الموقف المغربي، توضيحه، التطورات الحاصلة على المستوى الميداني، على المستوى الأقاليم الصحراوية، فكاين إشكالية التواصل. فين ظهر هذا الأمر؟ ظهر فاش انخرطت الدبلوماسية المغربية، انخرطت القوى السياسية الوطنية سياسة تواصلية على المستوى العالمي. وهنا برز الدرس الثاني، فعالية الآليات ديال الحوار الاستراتيجي والشراكة الاستراتيجية اللي المغرب تمكن في هذه السنوات الأخيرة أنه يرسيها مع فرنسا، مع إسبانيا، مع أمريكا، مع الآن حوار استراتيجي مع بريطانيا، وقنوات التواصل مع كل الأطراف، بحيث أن هذه الآليات ظهرت الفعالية ديالها ديال العلاقات الاستراتيجية اللي عندنا مع عدد من الدول، واستثمر وهنا ما كانش ممكن نستثمروها كون ما كانش عندنا قدرة استباقية. الدرس الثالث وحتى هو أساسي هو أهمية الجبهة الداخلية. الشعب المغربي بمجرد ما شعر بالخطر تعبأ تحت قيادة جلالة الملك الذي كانت له المبادرة، قاد مختلف الاتصالات والجهود. في هذه اللحظة ما بقيناش أغلبية معارضة، حكومة، مجتمع مدني، لا، الجميع تعبأ والجميع استثمر كل الإمكانات اللي عنده في كل الاتجاهات. وهنا أهمية الجبهة الداخلية والاستثمار فيها. والدرس الرابع والأخير أننا نعيش الآن في عالم من المصالح، المصالح المعقدة، كاين تحولات حصلت في العالم، المصالح المرتبطة بالأمن، المصالح المرتبطة بالنفط، المصالح المرتبطة بالأسواق، المصالح المرتبطة بحركة النقل وأمنه. قوتنا كبلد أننا خصنا نخاطب العالم باللغة التي يفهمها، وأن نستطيع أن نقدم قضايانا في هذا الإطار. نعم. سي عمر الشيخ مرحبا بك. مرحبا أستاذ الحسن. أنت برلماني سابق الآن عضو حزب التجمع الوطني للأحرار، بغيت نسولك بداية كيفاش يعني المكونات في الأقاليم الجنوبية تلقت القرار الجديد لمجلس الأمن رقم 2099؟ بصراحة هو رب ضارة نافعة، لأنه هذا القرار أو المسودة اللي قدمت بها ممثلة دائمة للولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن أعطت المغرب أولا هاي التعبئة الشاملة، وحدة الصف والجبهة الداخلية اللي تعبات. ثانيا أعطت المغرب كذلك وما نساوش في هذا المجال البلاغ اللي اصدر عن الديوان الملكي إثر الاجتماع الأول اللي انعقد مع الهيئات السياسية، واللي خلاله جلالة الملك عبر عن ثقته
حكمة مجلس الأمن ومصداقيته. وكذلك خصنا نفرقوا ما بين مسألتين. أولا المقاربة الأوروبية الإسبانية الفرنسية اللي هما معنيين بأمن البحر الأبيض المتوسط وقريبين كذلك من المغرب ومعنيين بالدرجة الأولى بأمن واستقرار المغرب، ومقاربة اللي ربما كيف ما قال السيد الوزير حاليا تحكمت فيها بعض المصالح وهي ماشي ولله الحمد ماشي الرأي العام هو الرأي ديال الإدارة الأمريكية، بل هو طرف من الإدارة الأمريكية اللي مشى ونجر وراء مصالح ضيقة، مصالح اللي يمكن تكون داخل فيها هذه المكونات كلها اللي تكلم عنها السيد الوزير. نعم. سي عمر الدخيل مرحبا بك. الله يبارك فيك. انت هنا ممثل لمنتدى الساقيه الحمراء وادي الذهب للديمقراطيه والتنميه، وكذلك عضو اللجنه الجهويه للمجلس الوطني لحقوق الانسان بالعيون. في المجال الحقوقي في السمارة، عفوا العيون السمارة، العيون السمارة. في المجال الحقوقي سي الدخيل، المغرب بلد يقول بانه حقق اصلاحات ومكتسبات في مجال حقوق الانسان والعديد من الاطراف تعترف له بذلك، ولكن لماذا دائما التركيز على هذه الورقة خصوصا في هذه الأسابيع الأخيرة، ورقة حقوق الإنسان التي يقول أنه ربما هو مثال في المنطقة في هذا المجال؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. في البداية أشكركم وأشكر الإخوان المشرفين على هذا البرنامج. بالفعل المغرب خطوة خطوة كبيرة وكبيرة جدا فيما يخص حقوق الإنسان وكل ما يتعلق بحقوق الإنسان، اللي كون اولا انخرط في مجموعه من الاتفاقيات على مجموعه من البروتوكولات وعلى مجموعه كذلك من القوانين ما بين المملكه المغربيه وما بين كذلك المتحده، وهناك كذلك الكثير من المقررين الذين زاروا المغرب واشادوا، يعني الاشاده تقريبا الاساسيه والمهمه والتي اشادوا بها وهو العمل الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق الانسان وبصفه خاصه اللجان الجهويه المتواجده في المنطقه، لا بالنسبه للروس ولا بالنسبه للمانديس ولا بالنسبه كذلك الكاري كينيدي اللي كانت زيارتها زياره بطبيعه الحال لها مصلحه في الموضوع، لها اتجاه معين، ولكن اشادت بالعمل الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق الانسان واللجنه الجهويه للمجلس الوطني لحقوق الانسان، لا بالنسبه على صعيد ولد الذهب الكوري ولا بالنسبه كذلك اللجنه الجهويه في العيون السمراء. اذا هذه اولا نقطه ايجابيه تحسب للمملكه المغربيه و يجب التركيز عليها ويجب كذلك العمل عليها، لان ولو هناك مجموعه من البروتوكولات التي وافق عليها المملكه المغربيه ولكن الى حد الان لم تفعل، لم تعطى اهميه بالمستوى التي تليق بهذه البروتوكولات وهي الاتفاقيات التي وافقت عليها المملكه المغربيه. اذا لابد من الانخراط في موضوع حقوق الانسان من جميع الاطراف، من حكومه، من مجتمع مدني، من فاعلين اقتصاديين، وبالتالي يجب التركيز على كل ما يتعلق بحقوق الانسان من اجل تجاوز هذه المرحله التي نحن فيها. سنفصل في الامر اكثر سي دخيل. سي بشير راشدي مرحبا بك كعضو للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مرحبا. شكرا سي جمال. المجلس مؤخرا اعد تقريرا مرحليا حول تقييم فعاليه حقوق الانسان الاساسيه في الاقاليم الجنوبيه، من وجهه نظرك ابرز خلاصه لهذا التقرير؟ اولا اللي نبغي ناكد عليه هي ان بكيفيه مستقله تماما على هذه الظرفيه ديال ابريل وديال الامم المتحده، المجلس منكب على المشروع تهيئ نموذج تنموي الاقاليم الجنوبيه، وفي هذا الاطار كان من الضروري انه يقوم تشخيص الوضع حال وضع الحال في بجميع الجوانب ديالو، فاختار ان الطريقه اللي اختار هي طريقه كتنبثق على الميثاق الاجتماعي اللي صادق عليه المجلس في دجنبر 2011 واللي كيرتكز على 54 حق مكونه على سبع محاور. فهاد الطريقه سمحت باش نديروا تشخيص كلي لجميع الحقوق حق بحق، اخذت بعين الاعتبار جميع المواقف سواء منها المواقف ديال المؤسسات الوطنيه او الدوليه او الفاعلين، هذا واللي كيمكن نستنتجوه كدرس في هذا هي ان الحل هو حل تنموي في الجوهر،
فإلى قمنا بتنمية اللي كتحترم الحقوق الأساسية ديال المواطنين وديال الفاعلين، فكنظن بأن غادي هذا المشكل ديال حقوق الإنسان غادي يكون متجاوز وما غاديش هذا، وغادي تعرف بأن ما كاينش مشكل بتاتا من هذا الجانب. زيادة على هذا الشيء الكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قام بهذا العمل كيبين على ان ما عندنا حتى شي مشكل اننا نطرقوا بكل جرأة وبكل واقعية وبكل وضوح الوضع اللي فيه المواطنين سواء في الاقاليم الجنوبيه او في باقي الاقاليم باش نقدموا حلول اللي فعليه وحلول اللي يمكن يتقدم فيها المغرب وتقدم فيها هذه الاقاليم على الخصوص كنموذج اللي يمكن نستقيوا منه الدروس بالنسبه للجهات الاخرى. نعم. استاذ خالد الناصري القيادي في حزب التقدم الاشتراكي، مرحبا بك. اهلا وسهلا. من موقعك كمسؤول سابق كمسؤول حزبي كقيادي حزبي تبعتي التطورات الاخيره، في نظرك ابرز الخلاصه استنتجتها من المواقع خلال الاسابيع الاخيره؟ كانت معركه حاميه الوطيس، معركه من المستوى التاريخي، ستسجلها كتب التاريخ بالنسبه للمستقبل على انها معركه كان بامكان ان نفشل فيها، لكن بفضل مجموعه من الاسباب نجحنا فيها، وهنا يتعين ان نقف عند الاسباب الاساسيه. لا شك ان الانخراط القوي ديال جلاله الملك الذي كان ينطق باسم مسالتين اثنتين لا يجب ان ننساها، كان يتحدث باسم الاجماع الوطني، وهو الذي كان قوتنا وزادنا طيله هذه الاربعه عقود الاخيره. وعنصر ثاني لا يمكن ان نستصغره، وهو ان جلاله الملك يتحدث باسم الاصلاحات الكبرى التي تخوضها المملكة المغربية، وبالتالي عندما يخاطبنا مجلس الأمن على أننا تقدمنا بمقاربة قوامها الجدية والمصداقية، فمعنى ذلك أن مجلس الأمن ينظر إلينا على أننا ناتي بقيمة مضافة، ما عندنا لا بترول ولا غاز ولا الأطنان والقناطير المقنطرة من الملايير ديال الدولارات، عندنا مصداقيتنا، عندنا إجماعنا، عندنا قوتنا. يتعين علينا اليوم أننا نبلور كل هذه المعطيات في مقاربة جريئة جديدة، وذلك بإمكاننا. نعم. أستاذ مساوي العجلاوي عن معهد الدراسات الإفريقية بالرباط، مرحبا بك. أهلا وسهلا. طلعتي على القرار 2099 بطبيعة الحال جملة جملة، فقرة فقرة، كلمة كلمة، أبرز توصية أثرت انتباهك أنت ولا اعتبرتي أنها ربما حققت تقدما في هذا القرار؟ أنا قرأت أولا التقرير الذي قدمه بان كيمون إلى مجلس الأمن، وكذلك قرار مجلس الأمن. لأول مرة تعترف الأمم المتحدة بأن مشكل الصحراء هو مشكل إقليمي، وربما أكثر من مشكل إقليمي، إضافة أنه لأول مرة أيضا وانطلاقا من مجموعة من الفقرات التقرير الذي قدمه بان كيمون، تعد فقرته 124 فقرة مع تقديم، أول مرة يعترفون بأن غرب الجدار هو منطقة آمنة، وأن شرق الجدار هي شرق الآن خطر على بعثة الأمم المتحدة. يعترف كذلك هذا التقرير بأن تأثير أزمة الساحل والصحراء على إشكال نزاع الصحراء هو تأثير قوي. يعترفون كذلك، يعترف هذا التقرير وقرار مجلس الأمن، بأن الإشكال الآن لا يمكن أن يحل إلا عن طريق تفاهمات، وربما كريستوفر روس في زيارته الأخيرة إلى المنطقة جاء بمجموعة من الاقتراحات، هذه الاقتراحات كلها الآن تعطي بعد إقليمي لنزاع الصحراء، وربما نجد في هذا التقرير وفي كل وثائق الأمم المتحدة أشياء جد هامة للمغرب، وربما أيضا الإسياء هناك بطبيعة الحال مجهود الداخلي المغربي، لأنه منذ 1974 منذ بروز قضية الصحراء أصبح المجال الصحراوي جزء من محرك لدينامية داخلية. 75 كانت المسيرة الخضراء، 76 كان هناك ما سمي آنذاك بالمسلسل الديمقراطي بالإجماع الوطني، فإذا نلاحظ من ناحية المقاربة التاريخية السياسية أن المجال الصحراوي هو مؤثر داخلي فيما يخص، وبالتالي كل ما يجري كل ما يتعلق بنزاع الصحراء
له مردودية قد كما قال السادة الأساتذة قد ربما بعض الحالات قد تكشف بعض الجوانب من النقاش أو من ضعفنا أو من قوتنا، ولكن مهما يكون هو جزء من دينامية أساسية داخل المجتمع المغربي. طيب نرجع للقرار الأخير لمجلس الأمن 1999، ربما كل في جل الأوساط في المغرب كان توجس كان ترقب إلى حدود يعني اللحظات الأخيرة من التصويت ديال مجلس الأمن، ومن بعد التصويت ربما كان واحد النوع ديال الارتياح يعني في المغرب سواء المستوى الرسمي أو على المستوى المدني. نشرحوا للمغاربة والمغربيات اللي كيتبعونا النقط ربما الإيجابية ولا المكاسب اللي كسبها المغرب من هذا القرار. تفضل سي الخليفي. وأولا القرار هنأ المغرب على الجهود الجادة والمصداقية للدفع بالحل السياسي لهذا النزاع إلى الأمام، هذه تهنئة. تهنئة ثانية أن هذا القرار صراحة يهنئ المغرب على المجهود الذي بذل على مستوى حقوق الإنسان، خاصة اللجنة المجلس الوطني كمؤسسة مستقلة وفق مبادئ باريس مؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في العالم، ووجود ثلاث لجان. ثالثا وهذا أيضا مهم، التأكيد على معطى إحصاء ساكنة مخيمات في تندوف. المعطى الرابع وهو الدعوة إلى جولة خامسة من المفاوضات، وهذا مطلب لأن احنا الإشكالية أين هي، وهو أنه تتحرك قضية حقوق الإنسان من أجل إرباك المسلسل المفاوضات الجدية، إطالة الأمد. وهذه استراتيجية دازت وكتوظف فيها وسائل اللي هي من الناحية العلمية غير صحيحة. أنا أعطي جوج أمثلة. كيقولوا بأن بعثة المينورسو هي البعثة الوحيدة في العالم اللي ما عندهاش حقوق الإنسان. خطأ. كاين حاليا 15 بعثة سلام، العدد كبير منها ما عندوش هذا الاختصاص، يا ديال كشمير ولا ديال الجولان ولا ديال جنوب لبنان ولا ديال قبرص. وعدد اللي عنده هذا الاختصاص عنده في إطار تدعيم سيادة الدول القائمة بحال كوسوفو بحال كوت ديفوار بحال الكونغو الديمقراطية بحال ليبيريا، كاين صف. وكاين واحد الجزء اللي تعتمدت فيه هذه الاستراتيجيه لخدمه مشاريع انفصال. احنا بالنسبه لينا كبلد كان خصنا نواجهوا الامر بلغه القانون. النزاع في اطار الفصل السادس، اي حل او اي اجراء خصو يكون في اطار التوافق بين الاطراف، لا ما كانش ما يمكنش يدوز. نقولوا هذا ربح كبير ربحنا، أننا ذكرنا العالم بأن هذا النزاع ما يمكنش يكون في إطار الفصل السابع ديال الأمم المتحدة، يمكن يتخذوا أي قرار ويفرضوه. ونعطي واحد المثال في هذه القضية، في 95 بغات البوليزاريو تفرض علينا عن طريق آنذاك الأمم المتحدة أنها هي اللي تحمل المسؤولية ديال المنطقة العازلة ما شرق الجدار، اللي دابا لوموند مؤخرا كتقولها هي تحت المسؤولية ديال البوليزاريو. في 95 شنو جاوبهم آنذاك الأمين العام في التقرير ديالو شهير، كيقول لهم هذا الامر المغرب اعترض عليه وبالتالي ما يمكنش نحسمه، غيمشي للمشاورات. في 2000 هي براسها بدات تقول وكاين اشكاليات امنيه. حاليا كيحاولوا يوهمونا بان هذيك المنطقه العازله راه عندها، هي ما كايناش عندها. وحتى هذه اللغه ديال التحديات الامنيه في هذيك المنطقه، المغرب في 2001 وفي 2003 الامم المتحده توجهت للمغرب لوحده باعتباره ماذا؟ السلطة الإدارية في المنطقة، باش طلب منه يقدم مشروع حل سياسي تنزل فيه على اختصاصات. ما مشاش عند البوليزار، البوليزار لا يملك أي شيء على مستوى شرق الإدارة الجدار، وبغى يحاول عن طريق هذيك الاحتفالات ديال المنطقة التفاريتي أنه يأسس واحد الوضع أمر واقع، وهذاك الشيء غير موجود. القرار الآن كيطرح السؤال ديال استعجالية الحل، وهذا مكسب لنا أيضا. بمعنى الا فككنا القرار جيدا شنو كنلقاو؟ كنلقاو بان في الوقت اللي كنا عندنا تخوف اننا نخسروا وبدا البعض كيطلب فيه التعادل كما كيقولوا المغاربه، لقينا انفسنا ازاء مكاسب جديده. وهذه المكاسب هي اللي كتفسر ردود الفعل ديال الطرف الاخر، وكتفسر عدد من السلوكات اللي بدات تتصدر. غنوصلوا يا سيدي. وهذا الشيء اللي في الاعتقاد ديالي حنا القرار، وان كان انا نقول لك المغرب لله الحمد بالاجماع الوطني والتعبئه خلف جلاله الملك انتصرنا في معارك. راه 2003 بغاو يديروا لنا نفس القضيه، نفس الامر كان يراد في 2003 ورفضنا. في 2002 خيار التقسيم، نفس الامر ورفضنا. وقبل ذلك المهم ان المغرب بالاجماع الوطني بالقوى ديالو السياسيه كان كيستطع ينجح في هذه المعارك.
وهذا هو الشيء اللي خصنا نستمروا فيه. وعلاش خصنا نستمروا فيه؟ لان عندنا استقرار سياسي، عندنا رصيد حقوق الانسان ورصيد من الاصلاحات رغم التحديات. حنا ماشي كنقولوا راه كلشي نجزنا، لا بالعكس، نحن في مسار من الاصلاحات كيدعم الاستقرار وكيدعم الوحده وكيجعلنا اكثر قوه ازاء التحديات الخارجيه. نشوف السيد الدخيل فيما يتعلق بشق حقوق الانسان، ربما شنو التقييم ديالك انت اللي كيبان لك في هذا المجال انه ربما ايجابي في القرار، وتاف ربما في التقرير ديال الامين العام بان كيمون اللي ربما ذكرت كلمه المجلس الوطني لحقوق الانسان اعتقد 12 مره. نعم، هو اولا بالنسبه اللي فيما يخص الشيء ديال حقوق الانسان، بالنسبه للتقرير، تقرير 8 ابريل ديال الاروس اللي هو تقريبا نفسه اللي تقدم بان كيمون، بطبيعه الحال اشاد بالمجلس بما يقوم به المجلس الوطني لحقوق الانسان وبما تقوم به اللجان الجهويه الثلاث، لانه كان عنده لقاء مع هذه اللجان بصفه خاصه بالنسبه للجان الاثنتين، بالنسبه للجنه الداخله او سرد ولجنه العيون السمراء اللجان الجهويه. المكسب تقريبا الوحيد ولا النقطه الوحيده اللي اشاد بها الروس هي كل ما يتعلق بحقوق الانسان في المنطقه. وبالتالي اذا اللي خاصنا اولا نركزوا على كل ما يتعلق بحقوق الانسان من اجل اقناعه، من اجل القدوم على خطوات اخرى احسن مما نحن حاليا فيه. اذا لابد في البدايه قلت بان تكثيف الجهود على كل ما يتعلق بحقوق الانسان من اجل ان نخطو خطوه ثانيه. المجلس الوطني لحقوق الانسان واللجنه الجهويه تعمل جاهده من اجل الوقوف على جميع المشاكل وكل ما يتعلق بحقوق الانسان، بالنسبه لزياره السجون، بالنسبه لزياره المستشفيات، بالنسبه لزياره الاماكن الخاصه سلب الحريه، سلب الحريه وغيرها، مع العلم ان هناك تعثرات وهناك عراقل يتلقاها اللجنه الجهويه في انجاز عملها. وبالتالي لابد من المسؤولين، جميع المسؤولين وبصفه خاصه الادارات المعنيه، بان تنخرط في هذا الاصلاح وتنخرط في هذا العمل على اساس باش يمكن نوصلوا هدف احسن من الهدف الحالي. نشوف السي الشيخ من وجهه نظرك انت شنو المكاسب ربما اللي كسب المغرب من هذا القرار الجديد؟ فعلا هو الحقيقه هذا القرار هو كله مكاسب، لانه خاصنا نذكره بانه هذه الخطوه الاخيره او توسيع صلاحيه المينورسو باش تشمل مراقبه حقوق الانسان هذه بدعه. نذكروا بانه سنه 88 وبدايه المفاوضات لايجاد حل لما سمي قضيه الصحراء، وتوجد باتفاقيه 2001 واللي من خلالها دخلت المينورسو في المنطقه 91 عفوا 91 اتفقوا في اطلاق النار في 88 اكزاكتومون. اذا كانت الامور واضحه بانه غادي نمشوا في واحد الاستفتاء باش يحدد مصير المنطقه، وبدينا في عمليات تحديد الهويه في سنه 96 كتوقف عمليه تحديد الهويه. وعلاش توقفت؟ توقفت نظرا لمن له الشرعيه في المشاركه في هذا الاستفتاء. وتعثر الاستفتاء ولكن ماشي المغرب اللي قال تعثر الاستفتاء. الامم المتحده باكبر مسؤول الامين العام في يومها كيقر بانه الاستفتاء يستحيل تطبيقه في الصحراء. وبقينا في وضعيه جمود لمده سنوات. هنا كيجي المغرب كيقول أنا عندي واحد المبادرة ديال حكم ذاتي، مبادرة جريئة وكيقدمها في 2007. كيف تم التعامل مع هذه الورقة؟ أولاً وصفتها الأمم المتحدة، مجلس الأمن، القوى الدولية بأنها ورقة عندها مصداقيتها وعندها جدية وبأنها تصلح قاعدة لأي مفاوضات مستقبلية. من بعد ما ننساوش بانه بعض التصريحات ديال بعض المسؤولين الامميين اللي كيقروا بانه يستحيل تطبيق حل متباين النتائج، لانه هذه ماشي عمليه ديال عمليه رياضيه واحد زائد واحد تساوي جوج، او اللي يربح كل شيء غادي يربح واللي يخسر كل شيء. هذه عمليه المراد منها وهو إخراج المنطقة من واحد المشكل اللي هو مفتعل، وعودة الاستقرار والطمأنينة إلى شمال إفريقيا، وإبعاث المغرب العربي الكبير بجميع مكوناته.
كانت هذه خطوة مهمة. من بعد كان نساو بأنه واحد مسؤول أممي وخدم على الملف وهو فان والصوم صرح واحد التصريح ما دفع حتى شي حد باش يصرح، قال بأنه دولة صحراوية غير قابلة، ما عندها قابلية ولا عندها مكان. يعني اليوم يجب البحث في إطار الحكم الذاتي ديال المملكة المغربية. من بعد كان مروا لواحد المرحلة اللي هي مرحلة ديال محاولة للالتفاف على المشكل، البحث بدلا من البحث عن حل كانوا جدوا رؤوسنا اليوم اللي في الاجندات واللي كاين بحث عنه وهو حقوق الانسان. حقوق الانسان هذا مبدا دولي متعارف عليه. المغرب خطى فيه خطوات مهمه جدا، لا في الشمال ولا في الجنوب. عمل ديال اللجان الجهويه وعمل المجلس الوطني عمل جبار، وحنا في الاقاليم الجنوبيه وعندنا صداقات مع اعضاء المجلس ومع رئيس المجلس الجهوي في الداخله، المكتب الجهوي الداخله، كنشوف العمل اليومي مع قرب وكيتلاقى مشاكل وكي يراسل وكنطلب. لانه لو كنا احنا، وهذا تكلم عنه السيد الوزير، مشكلتنا هي مشكله الاتصال والتواصل. لو كنا كنشروا هذيك التقارير في وقتها غادي نشوفوا العمل الجبار كتقوم به والتنبيهات اللي كيرسل للمختلف الادارات المعنيه. اذا هنا كنقول بانه هذه الورقه بدا اليوم رجعت الامور نصابها، رجع التقرير متزن في مصلحه المغرب 100% بانه استعجال حل المشكل، لانه كاين طريق جديد خصنا نتكلموا عنه. الطريق الجديد وهو مشكل الساحل. مشكل الساحل كيفرض بانه الصحراء خاصة تنحل المشكل ديالها. اذا ملي طرا هذا المشكل حاولت بعض الاطراف بانه تسخر هذا المشكل في اتجاه واحد الحل اللي هو غير مقبول وغير واقعي. ولكن اليوم في نظري بانه هذا التقرير كيعطي المغرب حقه وكيعجل بإيجاد حل، كيلح على تعجيل بإيجاد حل لهذا المشكل. ولكن اليوم حسب أغلبية المتتبعين والرأي العام ما كاين غير ورقة واحدة اللي هي على 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 على, على الساحة، وهي مشروع ديال الحكم الذاتي، خصوصا بأنه مشروع منفتح ومفتوح. شوف سي نصر، تا هو القراءة ديالو لهذا القرار هذا؟ هو أعتقد أنه أعطانا حقا واضحا، وهي مناسبة سأوجه التهنئة لمجلس الأمن كذلك، لأن مهنيناش. علاش؟ لأنه تعامل بقدرة عالية من الموضوعية، ولم تنطلي عليه حيلة فظيعة كان هناك من يحاول أن يوقعه فيها. هي حيلة التوظيف السياسوي لقضية قضية حقوق الإنسان، مسألة حقوق الإنسان. نحن أدرى من غيرنا، نحن المغاربة باستطاعتنا أن نعطي الدروس لكثير من يحومون حولنا في هذا الجوار في موضوع حقوق الإنسان. المغرب لم يكن يخشى مراقبة حقوق الإنسان. لو كان الأمر يتعلق بمراقبة حقوق الإنسان لأقفل الباب على المندوبين ديال الأمم المتحدة وعلى المندوب حول التعذيب، ولا أقفل الباب على المجلس الوطني لحقوق الإنسان. هذه كل أمور ما كايناش. إذا كانت هناك دولة خاضعة للمكاشفة المطلقة في مجال حقوق الإنسان في المنطقة المغاربية فهي المغرب. وبالتالي نحن كنا نخشى من شيء آخر، كنا نخشى من التوظيف السياسوي لهذا المعطى المقدس الذي لا يجوز التلاعب به. هذا هو، ومجلس الأمن فطن لهذا وتعامل مع المغرب على أساس أنه فضاء لممارسة حقوق الإنسان. بل أشار، وهذا ماشي مسألة اعتباطية، أن مجلس الأمن في القرار ديالو يشير عدة مرات للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كأنه يقول للعالم راه ماشي واحد الآلية ديال مينورسو هي اللي غتراقب حقوق الانسان في المغرب، للبيت رب يحميه. مجلس الامن يقول للعالم المغرب راه فيه
مجتمع مدني فيه منظمات قائمة الذات تجعل مراقبة حقوق الإنسان تحت المجهر، وليس هناك من باستطاعته أن يمنعها من ذلك. وهناك مؤسسة ذات مصداقية اسمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ما زالت تتابع نشاطها. وبالتالي أعتقد بأن هذه رسالة قوية وجهت للعالم، وعلى المنتظم الدولي أن يعي بأن إذا كان هناك طرف يخفي لأنه عنده ما يخفيه في مجال حقوق الإنسان فهو مخيمات تندوف، فهو بعض الدول في الجوار. وأريد أن أنهي ملاحظتي هنا بالإشارة إلى كون مجلس الأمن تعامل كذلك ثانيا مع المغرب على أساس أنه فضاء لتكريس الاستقرار في المنطقة. اليوم هناك عنصر جيوستراتيجي قدو قداش، وهو زعزعة الاستقرار في منطقة الساحل المحادية للتخوم الصحراوية. وبالتالي ما يحصل في المنطقة ديال الساحل مالي وما غير مالي فهو يهم المنطقة الصحراوية بكيفية أو أخرى. انطلاقا من ذلك مجلس الأمن فهم بأن إذا كان هناك دولة يجب تدعمها لأنه يعتمد عليها ولأنها تقوم بالإصلاحات وعلى أنها فضاء للاستقرار فهي المغرب. فهذه كلها اعتبارات. لا شك أن الدبلوماسية المغربية بشقيها الرسمي والموازي البرلمانية والمنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية والنقابات، وجزى الله الجميع خيرا لأنهم يقدمون خدمة لهذا الوطن. واستطاع المغرب من خلال تحريك هذه الآليات كلها عن قناعة استطاع أن يقنع العالم بأن هناك شيئا ممكنش يعني يكون هذا الإجماع كله في المغرب على باطل. ورب بلغنا واحد رسالة قوية، واعتقد بان من حقنا ان نفتخر لذلك. بعلاقه مع النقطه نسول الاستاذ العجلاوي، شنو اللي جعل ربما انه الامور تغيرت ما قبل 25 ابريل من تخوف توجس وكان اتجاه ربما نحو مسوده معينه واتجاه الى شنو في نظرك اللي جعل قلب هاد الامور وخرج قرار اللي المغرب على الاقل على المستوى الرسمي؟ قبل ذلك ارجو ان اعود الى مساله ملف حقوق الانسان لان اشكال اساسي. المشكل ليس مسألة ورقة حقوق الإنسان. حقوق الإنسان المغرب لعب ويلعب دور كبير وينتج أفكار ومؤسسات على مستوى حقوق الإنسان، وهناك 8 فقرات من التقرير الذي قدمه بان كيمون الذي بنى عليه قرار مجلس الأمن يحيل إلى مجهودات المغرب في هذا المجال. المشكل هو مشكل مغربي داخلي، بمعنى أنه ارتفع سقف الحريات فارتفع معه سقف المطالب في المغرب، وما يجري في العيون والسمراء يجري في مراكش والحسيمة والناظور ومدن أخرى. بمعنى أن المجتمع المغربي والنخب إلى حد الآن عجزت عن إيجاد مؤسسات قادرة على توظيف هذا المطالب وهذا ارتفاع سقف الحريات أو تقنينها أو على الأقل تأطيرها فيما يخص تحركات. هذا هو الإشكال. سيد الوزير منذ قليل قال إن هناك إشكال للتواصل للتعبير عما يجري في المغرب للأطراف الأخرى، فبالتالي ما يجري في المغرب يجب أن نعبر عنه، يجب أن نوصله إلى جميع الأطراف. في المقابل على مستوى الإقليمي ما دام التقرير والتقرير بان كي مون أيضا يشير إلى البعد الإقليمي والبعد الجهوي، في مخيمات تندوف نعرف أنه هناك نوع الآن تقريبا انحلت هذه المخيمات إلى درجة أن الدولة الجزائرية أحاطت بكل مخيم جدار من الرمال وتفرض مجموعة من التقنين فيما يخص دخول وخروج الناس من هذه المخيمات. كذلك هناك تقرير صادر عن إحدى مؤسسات البوليزاريو مؤرخ في 29/1/2009 يقر قبل أن يأتي ما أتى في التقرير الأخير لمجلس الأمن، يقر باختراق الجماعات الجهادية وشبكات تهريب لهذه المخيمات. مؤخرا في لقاء مع السيدة أوبراين مساعدة كريستوفر روس عندما سألتها هل زرتم الدخلة قالت لي نعم سنزور الدخلة بعد غد بعد زيارة العيون. قلت لها لا،
هل زرتم مخيم الداخلة التابع الذي هو في مخيمات المحتجزين في الجزائر؟ قالت لي لا نعرفه. لا يعرفون هذا المخيم، وأصبح الآن مشتل، بل توجد الآن ربما قيادة حركة التوحيد والجهاد في هذا المخيم. فبالتالي عندما نتحدث عن حقوق الإنسان يجب أن نأخذ بمعيارين، معيار ما يجري في المغرب الذي هو جزء من تحول داخلي، تحول سياسي. ما كان مشروع الحكم الذاتي أن يأتي لولا تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، لولا ما جرى من نقاش في المغرب. يجب أن على كما قال السيد الوزير، يجب أن نوصل هذه الأشياء، أن نتمنها بشكل جيد. فيما يخص أيضا مخيمات تندوف، الحكومة المغربية هناك فقط فقرة اللي هي فقرة 80 من تقرير بان كي مون الذي يشير إلى 3 رسائل فقط للحكومة المغربية إلى الأمين العام. يجب عندما تقع أشياء تمس بحقوق الإنسان في المخيمات على الحكومة المغربية أن تبلغ الأمين العام، لأن كما نلاحظ هذا التقرير وفقت مجموعة من الفقرات في وصلت شي حاجة للسي بان كي مون يدمجها في هذا التقرير. فبالتالي هناك الآن ظاهرة خطيرة في المخيمات، وهي ظاهرة العبودية والرق والعبودية التي الآن الجميع يتحدث عنها. لماذا لم تصدر في قرار مجلس الأمن؟ هذه الأشياء هي مسألة حكومية. فيما يخص ما الذي غير في مؤخرا التقرير ديال أو المشروع المسودة ديال الأمريكان، الأمريكان ربما يقرؤون قراءة للمنطقة. هناك صراع قوى ما بين فرنسا وجنوب إفريقيا، هناك أيضا ما يسمى دي كونيكسيون ما بين جنوب إفريقيا وبعض المنظمات، ومنها منظمة كينيدي روبرت كينيدي لحقوق الإنسان. هناك ارتباط ما بين وزير الخارجية الحالي الآن وجاكوب زوما. هناك القادة السياسيين في أمريكا ما بين بوسطن وواشنطن ولهم توجه خاص. هناك مصالح بترولية، هناك مصالح استثمارات في الجزائر. فبالتالي هذه المصالح، والآن داخل الجزائر هناك تطورات، وربما التقرير وروس والغير يؤكدوا على هذه التطورات. الآن الجزائر تعيش مرحلة انتقالية خطيرة جدا. الرأس الذي هو الرئيس لم يعرف مع المرض، نتمنى له الشفاء العاجل، ولكن هناك منذ سنة إشكال ديال الرئاسة، هل سيتقدم سير بوتفليقة أم يتقدم؟ الجزائر واقفة على رجلين، الرجل الأولى هي سوناتراك تعيش فضاء إحمالية، الرجل الثانية الإفلين جبهة التحرير تعيش مشاكل. فربما الولايات المتحدة من خلال المسودة ديال حقوق الإنسان أرادت للمغرب أن يؤدي الفاتورة الجزائرية على الأقل، رفع الثقل عما يجري. ثم مسألة أخرى، الآن أصبح بقناعة تامة عند الأمم المتحدة وبالخصوص وأركز على هذا إسبانيا. إسبانيا لعبت دورا كبيرا في إفهام الأمريكان بأن عندما نثير قضية حقوق الإنسان في إدخالها أو إدماجها في وظائف المينورسو، معناه المس بسيادة المغرب، وإذا مست سيادة المغرب معناه فتح المنطقة على كل المخاطر. وربما هذا هو الأساس في التغيير الذي وقع في شهر أبريل الأخير. طيب نرجو الملف ديال حقوق الانسان. طبيعة الحال كان هو النقطة اللي ربما تحجب اشياء اخرى، ولكن لا بأس انه نفتحوا فيها النقاش. وكان بدا السي عمر الدخيل، اكيد انه كاين تقريبا منذ 15 شهرا المجلس الوطني لحقوق الانسان عبر اللجان الجهوية ديالو في المناطق الثلاث، وكذلك يعني المجموعات الفروع ديالو، كاين عمل، كاين اشتغال. اكيد كذلك بانه ربما كاين مازال نواقص اللي خصنا نذكروا عليها يعني بشكل موضوعي. ونبدا بالسي البشير الراشدي، في التقرير الاولي ديال الحقوق الاساسيه، شنو اللي ربما الثغرات اللي وقفتوا عليها انتم؟ بالفعل كنتكلموا على ما حققه المغرب من خلال القرار ديال الأمم المتحدة، وهذا مسألة إيجابية، لأن وكان كان القرار في اتجاه معاكس كان غيخلق مشكل اللي ما كيكون لا في صالح المغرب ولا في صالح الجهة ولا في صالح التوازن على المستوى العالمي. ولكن بالفعل كيخصنا نمشيو نشوفوا الملف ديال
حقوق الانسان وديال الوضع في هذه الاقاليم بموضوعيه باش يمكننا ان نعالجوا ما اولا المكتسبات نقويوها ونعالجوا النواقص، لان ما يمكنش باش نتهموا ان راه ما كاين حتى مشاكل بما فيها حقوق الانسان، كاينين مشاكل ولكن المغرب ساير في اتجاه ديال انه يشخص ويعرف شنو هو الوضع الحقيقي وشنو كيخص نقوموا به باش يمكننا. فبالنسبه بالفعل في التقرير ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللي استند الى مرجع ثلاثه ديال المراجع اللي هي متكامله ومتداخله، المرجع الاول هو الدستور، المرجع الثاني هو المواثيق الدوليه، والمرجع الثالث هو الميثاق الاجتماعي اللي تقدم به المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دجنبر 2011. فخرجنا بان كاين مجموعه ديال المكتسبات اللي واضحه واللي في نفس الوضع بالنسبه للمغرب ككل، الحق في الحياه والامن، سلامه الممتلكات، الحق في التنقل، بالفعل هذا ما كاين حتى شي عائق ان المواطنين يتنقلوا ويخرجوا ويدخلوا المناطق الجنوبيه. إذن هذه الحقوق الاجتماعيه، الانشطه ديال الاحزاب الى اخره، هذه كلها حقوق اللي مكتسبه واللي ما فيهاش، وكنظن بان المقارنه مع دول اخرى بالفعل غادي تعطينا قيمه اكبر، ولكن كنظن ماشي هذا هو المعيار. المعيار هما اللي قلت الدستور ديالنا اللي كيقر حقوق، هما المواثيق وهما اذا هذا. بالنسبه للنواقص كاينه حتى هي كثيره وكيعانيوا منها المواطنين، وكاين في الجوهر ديالها هو ان كاين الهاجس الامني كيطغى على المنطق اللي كنسيروا به الاقاليم الجنوبيه. فهذه هذا المنطق كان عنده سند ديالو في السنوات الماضيه، ولكن حاليا كيخصنا نشوف منطق اخر، منطق ديال الحقوق والتنميه اللي كتضمن هذه الحقوق بكيفيه متوازنه، واننا نحترموا المواقف ديال جميع المواطنين كما كانوا، وما نتعاملوش بواحد الكيفيه اللي كتجعل مواطنين كي بعض المرات كيمشيو يتاخذوا مواقف كرد فعل ماشي كاقتناع. إذن هذه المسائل كيخصنا نكونوا واعيين بها ونشوفوا بموضوعيه شنو هما المسائل اللي كيعانيوا منها هذه المناطق، لان عندها خصوصيات هذه الاقاليم، خصوصيه ديال البعد، خصوصيه ديال الكليما، شساعة ديال هذا، دونك المناخ هذا. إذن مسائل عندها خصوصيات وكيخصنا نلقاو لها حلول مناسبة، والحلول اللي غادي تعطي ضمان ديال تنمية مستدامة وتنمية اللي كتلبي المتطلبات المشروعة ديال المواطنين، هي اللي غتضمن ان هاد النقاشات كاملين غيوليو جانبية، غيولي الموضوع الأساسي هو كيفاش يمكن نتقدموا، ماشي واش حقوق الإنسان غادي يراقبهم شي حد آخر من غير المغاربة. وبالفعل اللي قال السي الناصري بأن كاين المغرب عنده فعاليات ديالو، عنده منظمات، بالفعل، ولكن في هذه المناطق كاين واحد المشكل، هو ان استقلاليه ما مضموناش بنفس الكيفيه لهذا. كاين مجموعه ديال المنظمات الغير حكوميه اللي ما كتمتعش باستقلاليه كافيه، وهذا مساله اللي وقفنا عليها واللي كنظن من بين المسائل اللي كيخص العمل على اننا نتجاوزوها باش يمكن المجتمع المدني يقوم بالدور ديالو بكيفيه فعاله، وانه ياثر، وان ما يكونش هاد المخاطر اللي كنتكلموا عليهم نتجاوزوهم، لان المخاطر جايين من عدم امكانيه التاطير المتطلبات اللي كي هذا، وهذه الحريات اللي كيتعبر عليها، اللي كيعبروا عليها المواطنين، كيخص تكون في اطار اللي
اولا قانوني وثانيا مستقل عن نشوف السيد الدخيل اللي كيشتغل نيت في الاطار الجمعوي كذلك والاطار الحقوقي. هذه ملاحظه قالها السي رشدي وكتروها مجموعه ديال اللي كيراقبوا الشان الحقوقي والجمعوي في الاقاليم الجنوبيه، ان مجموعه الجمعيات فعلا كاينه الاطارات الجمعويه ولكن كتنقصها المصداقيه، ربما حل الوقت انه تكون يعني فعلا يعني تنظيمات جمعويه مدنيه اللي كتمتع بالاستقلاليه، باش ما يبقاش ربما العمل غير ديال المجلس فقط الوطني لحقوق الانسان والمجلس الاجتماعي الاقتصادي والبيئي، ولكن ربما حتى نسيج جمعوي اللي اشتغلت في اقاليم اخرى في مناطق اخرى. بالفعل هو اولا بالنسبه للمجلس الوطني لحقوق الانسان الى بغى يعني الى بغات الاداره ولا بغينا نوصلوا اللي كيصبر له المجلس الوطني لحقوق الانسان، اولا هناك اشكاليه مع عدم التجاوب بالنسبه لجميع الشكايات اللي كيوجهها اللجنه الجهويه والمجلس الوطني لحقوق الانسان في كل الامور والمشاكل التي تطرح في المنطقه. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه، اولا حان الوقت ان يكون بالنسبه للمقرر المدرسي وبصفه خاصه بالنسبه للاعدادي والثانوي والجميع ان تدخل مقررات التعليم حقوق الانسان، الى حد الان غير موجوده بالنسبه لجميع المقررات التعليميه. النقطه الثالثه بالنسبه كذلك للتسريع، وصل الوقت من اجل التسريع بانشاء اليه وطنيه للوقايه من التعذيب، لانه الى حد الان غير موجوده بالنسبه لهذه الاليه الوطنيه، لان صادقنا على البروتوكول ولكن ها البروتوكول صادقنا عليه، ها نحن خارطنا فيه ولكن الى حد الان مازال ما كايناش اليه اللي تنخرط كذلك في هذا الموضوع اللي دافع عنه. فيما يخص المجتمع المدني فعلا يعاني من مجموعه من المشاكل. اولا بالنسبه لقانون الحريات العامه بالاخص الماده 5 منه واضحه، هذا ابسط مثال. في الكثير من الاقاليم، لا بالنسبه للاقاليم الجنوب ولا بالنسبه للاقاليم الشمال، ما يطلب من اجل تكوين اي جمعيه لا يطبق بحذافيره بناء على الماده 5 من قانون الحريات العامه. هذه اشكاليه. مفروض بانه تقريبا المطلوب بالنسبه لهذا القانون بناء 3 نسخ عن عن عن, عن, عن كل عن كل وثيقه. هناك الاقاليم التي تطلب 7، هناك الاقاليم تطلب 9، هناك في نفس العماله هناك المقاطعات تختلف في بالنسبه لهذا الطلب. بالنسبه كذلك الوصل الاذاعي، بالنسبه للوصل الاذاعي ما كاين اي اداره توجه لها طلب ديال تاسيس جمعيه وتعطيك وصل الاذاعي مؤقت في الحين، لا بد لك من انتظار عده اشهر في بعض الاحيان لا تحصل على هذا وصل الاذاعي، مع العلم انه في امكانك بانك تلتجا للمحكمه ولكن اكثريه الوقت لا تحصل على وصل الاذاعي. هناك كذلك الدعم، بالنسبه للدعم ديال هو اسمه ديال المجتمع المدني. المجتمع المدني بالنسبه للمنطقه يعيش كذلك مشكله، لان يكون المجتمع المدني الدولي لا يتعامل مع المجتمع المدني لهذه الاقاليم، نظرا دائما ليكون هذه الاقاليم لا زالت لم تصف مشكلها ومنطقه نزاع، وبالتالي لا تتعامل جمعيات خارج المقطر بصفه خاصه الاوروبيه لا تتعامل مع المجتمع المدني داخل هذه المنطقه. الدعم كذلك، المجتمع المدني في المناطق لا زال يعاني من مشكل الدعم، لكون اولا يحتاج كذلك الى التكوين، يحتاج كذلك الى المراسل، يحتاج كذلك الى المساعده من اجل بلوغ الهدف المنشود. اما فيما يخص المجتمع المدني بالنسبه للاقاليم، هناك مجتمع مدني فعال، هناك مجتمع مدني يريد العمل في جميع الميادين، ولكن لا يزال يعاني كذلك من مشكل الدعم ومشكل كذلك التضييق الاداري بصفه خاصه على جميع الوزير. تبقى تريد توقف عند قضية هذا الشق حقوق الإنسان. أولا المجهود الذي بديل معتبر، يمكن توقف عند الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. عند استرجاع الأقاليم الصحراوية كنا في معدل الفقر 29%، الآن معدل الفقر هو 6%، وطنيا 10%. التغطية ديال الكهرباء وصلنا 93%، التغطية ديال الماء 95%. على مستوى التعليم عند استرجاع الاقاليم كانت عندنا تقريبا اقل من 3000 تلميذ، دابا عندنا ازيد من 100000، 113 مؤسسه تعليميه. على مستوى البنيه التحتيه قربنا نوصلوا للحاجز ديال 6000 كيلومتر. على مستوى المحطات ديال تحليه مياه البحر وديال التصفيه ديالها، نعطي مثال، حنا كان مؤخرا في هذه القضيه ديال اشكاليه التواصل درنا واحد البرنامج، قلنا نستهدفوا المناطق اللي الخصوم
تمكنوا انهم يروجوا امور واستهدفنا مؤسسات اعلاميه اللي انخرطات في مسارات. جاوا للمغرب درنا لهم زياره في الرباط والتقى مع واحد العدد من الفعاليات. نعم هذاك الشيء جميل وجيد. في البرنامج قلنا لهم تمشيوا للصحراء العيون والداخله. زاروا محطه تحليه مياه البحر. صدموا لان الكلفه ديال اللتر هو 12 درهم وكان المتر مكعب وشحال كنبيعوه؟ كنبيعوه بجوج درهم كيتباع في الاقاليم الصحراويه وخمس بلا الخمس موانئ بلا المطارات اللي داروا بمعنى كان واحد المجهود كبير على المستوى التنموي. المدن بدون صفيح ثلاث مدن اللي تعلنات 20,000 اللي كانت تقريبا وكاله تنميه الاقاليم الجنوبيه خرجت دراسه من 77 حتى 2007 شنو تستثمر ومن 2007 ل 2011 ما مجموعه 90 مليار درهم بالاضافه الاستثمارات اللي عندنا على مستوى الفوسفات. دابا الفوسفات فوس بكره الولايات المتحده الامريكيه الهيئه المسح الجيولوجي شنو كتقول؟ احتياطي الفوسفات ديال الصحراء كيشكل 1.6% من مجموع احتياطي الفوسفات اللي كاين في المغرب 1.6. هذاك وهم اللي كيقولوا منطقه غنيه بالفوسفات. هذه راه يمكن الواحد يمشي يزورها بالانترنت. الان فوس بكره اللي هو شركه وعنده حسابات ماليه شحال كيدخل؟ في احسن الحالات السنه الماضيه دخل 2 مليار ديال الدرهم. نستثمر سنويا 2 مليار ديال الدرهم الى 2020. علاش؟ باش يبقى كيشتغل حتى نضمن الشغل للناس اللي كاينين فيه والمقاولات اللي مرتبطه به. يعني العوامل الاجتماعيه اساسا. عوامل اجتماعيه وهذا الشيء الان موثق. المغرب لجا لمكتب دراسات دولي للتدقيق باش يقدم هذا الافتحاص ونجزوه. في المقابل فين عندنا الاشكال؟ عندنا واحد الاشكال واللي المجلس الاقتصادي والاجتماعي برزو ودار عمل جيد في هذا الاطار. اشكاليه البطاله. عندنا معدل البطاله مرتفع. والدراسه المستقبليه ديال الافاق اللي كانت بدات هذه مده كتقول لا ما درناش نموذج تنموي مستدام راه البطاله غادي تزايد. فاش جا المشكل ديال ميزيك من بعد حلينا شويه المشكل عن طريق ضعفنا الميزانيه ديال الانعاش الوطني والبطائق وكذا وحلينا المشكل ديال السميه اللي كانوا ديال الفوسفات بقات يمكن شي 20 واحد دخل يعني تحلات مشاكل. ولكن الاستدامه في الافق ديال ال 20 سنه القادمه عندنا اشكاليه حقيقيه. هي الاشكاليه هذه مشكل. عندنا الاشكاليه ديال الشفافيه في واحد العدد ديال الفرص ديال الشغل. هذه اشكاليه مطروحه. الناس كيقول لك كاينه فرص. نعطي مثال الصيد البحري. حنا درنا زياره للميناء لواحد الوفد صحفي اجنبي من اوروبا الغربيه والولايات المتحده الامريكيه فوجئوا. قال لك عندكم استطعتوا تطوروا صناعه بحريه حقيقيه في وغدا كتطور. ماشي نقولوا راه 4 مليار ديال الدرهم. بالاضافه لمشكل البطاله اللي تكلمت عليه واش كاين اللي كيتحدث على مشكل ديال توزيع الثروه؟ راه هي اللي كنقول لك انا الشفافيه والفرص التنمويه هي الثانيه. وانا تعمدت نطرحها باللغه اللي كيتحدث عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي. اننا خصنا الان لان الساكنه كاين واحد العمل دار مهم وهو الصور كيفاش كانت الاقاليم الصحراويه في 75 وكيف هي الان بالاقمار الصناعيه باش الواحد يشوف الفرق. دار مجهود هذاك المجهود الان خصنا ندخل لمرحله ثانيه. من هذه القضيه ديال منح امكانات هائله ديال الشباب اللي موجود في الاقاليم الصحراويه باش يكون عنده مستقبل. وهذا تحدي حنا المغرب نخرط فيه بلا ما طلبنا الامم المتحده بلا ما يتحدث عليه مجلس اوروبا ولا البرلمان الاوروبي. قلنا خصنا نديروا نموذج تنموي. كانت مبادره ملكيه والمجلس اشتغل وكيشتغل بهدوء وفق برنامج. هذه الاشكاليات اللي انا نقدر نقول حقوق اقتصاديه اجتماعيه. ولكن عندنا اشكاليه مرتبطه بحقوق الانسان. يمكن ما نتفقش مع سي دخل في بعض الامور ولكن في الاتجاه العام. الاتجاه العام المغرب مؤخرا قدم التقرير ديالو في المناقشه ديال التقرير ديال خوان مانديز. درنا سياسه انفتاح على الاليات الامميه. يجيو المقررين الخاصين هذا العام يجيو ثلاثه جداد. تيمشيو للصحراء ما كندخلوش في العمل ديالهم. ومن بعد كنمشيو كنديروا رد في مارس الماضي كان عندنا المناقشه في النقاش ديالهم كيديروا امور لان احيانا كيمكن انا نجي كمنظمه ونعطي مزاعم نقول واحد ضربوه بلا ما نقدم دليل او هذيك الادعاءات ولكن خص وقائع تثبتها. حنا فاش مشينا كناقشوا قدمنا لهم واحد العدد الحيتيات وتيتحتوا على الجمعيات قلنا ولكن واش كاين شي واحد من 20 جمعيه انها تشتغل؟
تقرر المجلس على الحسابات على وكاله التنميه الاقاليم الجنوبيه، قال بان 350 جمعيه استفدت من الدعم، والدعم راه الوكاله من 2004 ل 2008 كانت عندنا تقريبا 8 المليار ديال الدرهم اللي كانت ترصدات للمشاريع التنمويه، كان مجهود. حنا اللي مطلوب منا فاش قلت انا الاشكاليه ديال الاتصال، عندنا اشكاليه انه الخصوم، وماشي بالضروره الخصوم بشكل مباشر، لانه كاين منظمات تقتات على هذه الامور، وكاين منظمات بالنسبه اليها كتلقى مشكل تمشي لتندوف، ولكن حنا خصنا نستثمروا. دابا هي قضيه الرق، انا الاسبوع الماضي كنت في البرلمان البريطاني وطرحت هذه الاشكاليه، قلت لهم هيومن رايت ووتش في 2008 جات زارت مخيمات تندوف وقدمت اثباتات على قضيه الرق والعبوديه. في دجنبر الماضي كان عندنا نقاش ما بيننا وما بين واحد من المناصرين ديال البوليزاريو في على السؤال الان، طرحنا قلنا لهم كاين هذه الاشكاليه ديال الرق وهو تقرير اممي، ما جاوبوش. حنا اللي مطلوب منا وهو تكثيف الاليات ديال التواصل، هو تنويعها، ما نبقاوش نراهنوا على التواصل الحكومي. دابا حنا خدامين كنتواصلوا كنتلاقاو، ولكن غير كافي. عندنا وفود هذا الاسبوع، هذا الاسبوع الماضي درنا واحد التجربه بسيطه، نفرض الهيئات المهنيه تنخرط فيها 15 صحفي، الفوج الاول عندنا، فوج ثاني غادي يمشي، درنا لهم زياره للاتحاد الاوروبي، قلنا لهم سيروا حضروا الاجتماعات اللجان شوفوا شنو كيتقال وحضروا النقاش. كان الاجتماع ديال لجنه التصيد البحري ولجنه العلاقات الخارجيه، راه الاخوه البرلمانيه المغاربه راه تفاجئوا بهم معاهم اللي كانوا حاضرين تماك. شنو اكتشفنا؟ ان احنا الاعلام، الجمعيات المدنيه، البرلمان، الهيئات خصها الماده العلميه، خصها المعطيات. حتى ان واحد قال لي واش انا نقلب انا على المعطيات في التقرير اللي كتقدموه للامم المتحده باش انا نستعملها بحال معطيات الانصاف والمصالحه، راه ازيد من حوالي 5000 ملف تقدم للانصاف والمصالحه من الاقاليم الصحراويه، 72 مليون دولار كنقولها بالدولار باش في الترويج العالمي، لانها كانت قيمه ماليه حقيقيه في اطار جبر الضرر، دار مجهود ومازال هذا المجهود كيتبدل. الاشكاليه الحقوقيه اللي مطروحه على مستوى حقوق الانسان، هو مازال تبعت توصيه الانصاف والمصالحه خصنا ننفذوها، مازالت عندنا فيها بعض النقاط خص يوقع عليها الاشتغال. الدور اللي كيقوم به المجلس الوطني لانه ولا مخاطب الان، واللجان الجهويه، لان كاينه منظمات كتجي من الخارج منحازه وكنواجهوها بوضوح، ومنظمات فاش كنبحثوا في السجل ديالها كنكتشفوا بعض منها بحال واحد المنظمه كاينه في الولايات المتحده الامريكيه كتشتغل هي في المناطق ديال الانفصال والتجزئه والتقسيم، لان كاين البعض اللي كيتحدث على خط النفط الجديد، راه ماشي من الصحراء، جنوب الجزائر وشمال مالي وجنوب ليبيا وشمال والشرق ديال الغرب ديال السودان والشرق ديالو مرورا الى العراق. سياسات جزئة فاش كتقلب على هذيك المنظمات، وفي امريكا كاين واحد العنصر كيمكن لك تمشي للمنظمه وتعرف شكون اللي كيمولها، كتلقى مصالح نفطيه، وحنا عنصر اساسي. راه انا ما بغيتش نقول الاشكاليه المرتبطه بالاستقرار، هي فعلا مطروحه وكانت عنصر باش الغرب فهم انه اضعاف الحكامه الترابيه الامنيه للمغرب في الاقاليم الصحراويه سيؤدي الى انعكاسات على مستوى الاستقرار في المنطقه ككل. الحرب ديال مالي من الاثار ديالها التقارير الاعلاميه اللي صدرت على عناصر من المخيمات لقاوهم في الحرب، وجعل هذا وشكل هذا احد المشاكل. اذا سمحت السيد الوزير غير باش بالعلاقه مع الجانب الحقوقي، ربما نرجعوا لواحد نهار رشيد تفضل باختصار، لان غير باش نبقاو في المجال الحقوقي والمستجدات الاخرى. غير بالنسبه لبعض التدقيقات، هي بالفعل هذا ما كاين حتى شي واحد ما كيشكك فيه، هناك تنميه واضحه واحد واستدراك العجز التنموي اللي كان حاصل في الفتره ديال الاستعمار وكيفيه اللي كبيره، والاستثمارات ديال الدوله استثمارات كبرى. واش استفادت من الساكنه؟ هذا الشيء اللي بغيت نوصل ليه، هي ان هذا الوضع، هذا النموذج اللي قام عليه التنميه منذ 37 سنه وصل لحد وصل لاقصى الحدود ديالو. هذه مساله استنفاده جميع ما يمكن ان يقدمه. فدابا بعض المسائل اللي بغيت نصححها، بالنسبه للصيد البحري اللي كيمثل 17% من الناتج الداخلي الخام ديال المناطق الجنوبيه و35% ديال هذا، يخضع
المنطقة الريع، وهذا الشيء معترف به من جميع الفاعلين، أن المقاولات الحديثة والشابة تعاني من صعوبات كبيرة، وعندها تقريبا الصفقات العمومية لا إمكانية للدخول فيها. هذه مسائل اللي موثقة، ولهذا كان نرجعوا للمسألة ديال الجمعيات اللي استفادت. بالفعل كاين 350 جمعية اللي استفادت، ولكن كاينين 20 فقط كتجمع 57% من الاستفادات. 20% ديال 20 ديال الجمعيات كتستافد من المشكل. ثاني جابوا المجلس على الحسابات والتدقيق ديال الحسابات ديال الجمعيات اللي استافدت. اييه بالفعل، وكاين هذا المشكل هذا. اذا كاين مشكل كذلك ديال هاد الشروط التي ديال المساعدات، واللي حنا ما كنقولوش بان المساعدات ما خصهاش تكون، ولكن الشروط اللي كيقوم فيها تقوم بها الاجهزه ديال هذا شروط غامضه والمعايير غير معروفه وغير هذا. والاحساس هو ان كاين الزبونيه وكاين المحسوبيه وكاين هذا هو الاحساس اللي قائم حاليا عند المواطنين. قبل ما نوصلوا الى السراج ديال سمحتي لي نسمعوا غير اراء المواطنين. لا اذا سمحتي غير اش كنقول بان الصناعه ديال ان الموارد البحريه هي من بين الموارد اللي مهمه وكتمثل 80% من الموارد على المستوى الوطني، ولكن ما كيكون فيها في الصناعه الا الصناعه الاوليه، ما كاينش صناعه تحويليه في تقريبا في المناطق المنطقه. حسين وزك تفضل. اذا هذا الشيء كله كيخص المعالج. اذا الاراء المشاهدين تاهما والاسئله ديال المشاهدين اللي توصلنا بها كتبين بالملموس الاهتمام الكبير ديال المواطنين بموضوع الصحراء والمستجدات اللي كيعرفها هذا الملف خاصه في الاونه الاخيره. نبداو مثلا بالسيد عبد الغفور عثماني من مدينه مكناس مع عبد المؤمن حاج علي من وزان اللي كيشوفوا ان القرار 99 و2000 هو انتصار دبلوماسي وسياسي للمغرب على جميع المتربصين بالوحده الترابيه لبلادنا، لكن هو كذلك بدايه للتعامل بحكمه اكثر مع الملف والتعريف بمقترح الحكم الذاتي. احمد فاتي من سيدي قاسم والسيد سلام سعيد من الصزاق كيتسالوا عن دور الكوركاس في قضيه الصحراء، وخصوصا في التطورات اللي كيشهدها النزاع في شهر ابريل الماضي. هيثم العطاوي من مدينه طنجة عنده سؤال مباشر للضيوف عن ما الذي كان يخشى المغرب من توسيع صلاحيات مينورسو لتشمل مراقبه حقوق الانسان، ام ان توسيع الصلاحيات ليس الا ذريعه للوصول الى اهداف اخرى مخفيه. في نفس السياق وعبر الفيسبوك حسام الدين من مدينه وجده كيتساءل على مرامي واهداف امريكا من هذه المناوره، هل كان في الامر رسائل مشفره واخرى غير مشفره تريد ايصالها للمغرب ولاطراف النزاع؟ اسئله اخرى من عبد اللطيف صبري وعادي الماغي من مراكش في سؤال موجه للسيد مساوي العجلوي كيقول هل يمكن قراءه قرار الامم المتحده انتصارا للدبلوماسيه المغربيه وتفاؤل لايجاد حل للنزاع، ام ان القضيه ستبقى لعقود اخرى بدون اي حل نهائي؟ ننهي بسؤال مباشر كذلك للسيد وزير الاتصال مصطفى الخلفي، سؤال عموما من عدد كبير من المشاهدين، رشيد مغيام زاكورا، اسماعيل عماري من مدينه العيون، اخرين، لماذا لا يفرض المغرب الامر الواقع ويطبق الجهويه الموسعه للاقاليم الجنوبيه؟ ماذا ننتظر للتنزيل الحقيقي للجهويه المتقدمه؟ اعتقد السؤال الموجه للسيد الوزير غادي نرجعوا ليه في المحور ديال اللي غنتكلموا على الجهويه. ربما السيد العجلاوي السؤال غير باختصار باش نبقاو في هذا المجال لحقوق الانسان. طول. نعم. احد المشاهدين يعني لا تساءل حول اعتباره كسبا انتصارا ام ان انا لا اعتقد، لانه القرار تقرير والقرار يركز على مجموعه من المقترحات، منها الورقه الاقليميه. الورقه الاقليميه الان ستعرف خلال الخمس سنوات المقبله انطلاقا من الابحاث التي نقوم بها في معهد الدراسات الافريقيه، ستعرف تطورا خطيرا جدا. اولا الوضع في الجزائر، هناك وضع سيكون وضع غير مستقر بالخصوص في الجنوب، لان هناك انعكاسات لحرب مالي على الجنوب الجزائري، وبدات الان هذه انعكاسات في مظاهرات يوميه، في تقنين، في كذا. ايضا الجنوب الليبي اصبح منطقة خطرة على كل دول المنطقة. الان انطلاقا من الاحداث التي وقعت الاشهر الاخيرة والمساء والبارحة واليوم،
في منطقة القصرين بتونس تثبت أن هناك ما نسميه بالفرنسية إن كونيكسيو ما بين القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي درودكال الذي يقع إلى في شمال الجزائر وبين المجموعات السلفية التي تشتغل في جنوب تونس وفي جنوب ليبيا. أيضا هناك تواصل بين الجماعات السلفية والجهادية في جنوب ليبيا مرورا بشمال مالي وجنوب الجزائر مع حركة التوحيد والجهاد. هذه الأشياء كلها لن تؤدي في القريب جدا في مسألة إدخال الورقة الإقليمية في حل مشكل الصحراء. المشكل الأمني سيبقى قائما في هذه المنطقة، وإذا قرأنا بين السطور في تقرير بان كيمون وقرار مجلس الأمن سيتبين على أن الورقة الأمنية ستكون هي المحدد لملف النزاع الصحراء في الخمس سنوات المقبلة. نعم. نرجع للجانب ديال حقوق الإنسان، تكلمنا على مجموعة ديال المكتسبات، وهذا أكيد أنه ماشي غير المسؤولين على المغاربة اللي كيتكلموا، ولكن تكلموا على يعني أطراف خارجية، ولكن رغم ذلك وربما تبعتوها كاملين أنه مباشرة بعد يعني صدور القرار 2099 كاينة مجموعة الأطراف يعني في الأقاليم الجنوبية، وربما نقطع عليكم على المشاهدين الكرام أنه توصلنا بعض الصور من المصالح ديال ولاية الأمن بالعيون، ربما نقصوا العدد يعني أقلية ولا أنه يعني عملية معزولة، ولكن كاين واقع يومي وربما في بعض المراقبين انه يعني مرشح انه يستمر خلال الايام المقبلة. هذا كيطرح السيد دخيل كيفاش ممكن التعامل مع هذا الواقع هذا اليومي، لان في اخر المطاف ربما الصور التي تصل للرأي العام هي هذه. لا، هو اولا بالنسبة للصور التي تصل للرأي العام بطبيعة الحال هو كلها كيوظف الصورة بشكل من الاشكال بشكل اللي يناسبه بشكل اللي يبغاه، هذا من جهة. وبالنسبة للملف، أولا أنا بالنسبة للملف بصفة عامة التدبير ديالو لحد الآن بالنسبة لنا احنا كمواطنين في هذه المنطقة كنشوف بأنه ما خيط الاتجاه ديالو أو كنقولوا بأنه تدبير خاطئ بكل صراحة. إذا هذا من ناحية. فيما يخص هذا الشيء ديال واسمو ديال حقوق الإنسان أو ديال بالنسبة لهذا الشيء ديال الصور التي تدرجون حاليا، أولا هذا الشيء اللي كيوقع نظرا للكثير من المشاكل الموجودة في المنطقة، ولو لم يكن هناك تكافل اجتماعي حال إلى حد الآن بالنسبة للأسر المنطقة لكان الوضع أكثر ضرر وأكثر مشاكل مما هو عليه حاليا. أولا كاين لابد من مقاربة جديدة بالنسبة للملف مبني على الثقة، المسألة الأولى. السيد دخيل غادي نوصلوا لما يجب فعله، وغادي نخلي في غير تعليق على هذه الصور، ربما نعم. كاين اللي كيشوف انه كاين الاستغلال ديال الاطفال وديال كاين استغلال بطبيعه الحال ديال الاطفال. علاش؟ شنو السبب؟ اولا هناك بالنسبه للتعليم، التعليم هو اساس هذا المشكل، لانه بالنسبه للتعليم هناك تسرب بالنسبه للتعليم، هناك كذلك انقطاع دائم بالنسبه للتلاميذ، اكثريه المتظاهرين هم اطفال يعني لم يبلغوا السن تقريبا 18 سنه، ما بين عند تقريبا 15 سنه فتحت. وبالتالي اذا بالنسبه للطفل مشرد من المدرسه عنده مشاكل عائليه داخل الاسره، من طبيعه الحال بانه اي واحد يقد يوظفه في الشكل اللي يبغى. بالنسبه لاي منحرف، تنتظر انت من منحرف طبيعة الحال شنو اللي تنتظر منه؟ يعني اي جهه اللي جات يمكن توظفه في الشكل اللي بغات. اذا لابد من التركيز على المجتمع بصفه عامه وعلى المشاكل التي يعيشها المجتمع، وهذا هو تعبير عن ما يعيشه المواطن الصحراوي بصفه عامه. سيدي كذلك رجل قانون، هذا ربما هذه الصور وهذه الحالات الاحداث اللي وقع يعني في خلال الايام الاخيره كطرح اشكاليه ما تسمى قضيه التظاهر السلمي، يعني ربما مطروحه في المغرب كله، المسيرات ولا المظاهرات ربما القانونية. التحديات فعلا اللي مطروحة أمام المغرب من شماله إلى جنوبه، نحن المغاربة من خلال المعارك والسيرورة السياسية والتاريخية والحقوقية التي عرفتها بلادنا استطعنا أن نجعل اسم المغرب مرادفا لحرية التظاهر، وهذه سنوات ونعتز بذلك. لكن المشكل يطرح يعني بكل موضوعية وبكل صراحة، هل ما يحصل في العيون وفي بوشدور وفي أماكن أخرى هل يدخل في سياق ممارسة حق التظاهر السلمي؟ نحن أبعد من ذلك، ما زلنا نتذكر ما حصل في كديميزيك
ما زلنا نرى كيف كانت هناك استعدادات للفوز المبين الذي كان منتظرا أن يخرج عن مجلس الأمن، ولما خرج منه هزيمة لطرف معين، هزيمة استراتيجية وسياسية كبرى، تم اللجوء بسرعة البرق إلى تهييج مجموعة من المواطنين، وخاصة كما قال السيد دخيل الأطفال المراهقين. المشكل اللي مطروح شنو هو؟ ماشي أننا في مواجهة حركة انفصالية، المشكل هو أن هذه الحركة الانفصالية لا استقلالية لها. نتحدث في كثير من الحالات عن استقلالية المنظمات غير الحكومية التي تشتغل في المناطق الصحراوية، وما يسري عليها يسري على عدد كبير من المنظمات غير الحكومية التي تشتغل أيضا في المناطق الشمالية. هناك من له مصداقية يوجد في الشمال وفي الجنوب، وهناك من ليست له مصداقية ويشتغل كذلك في الشمال وفي الجنوب. هذا مش اختصاص ديال المناطق الجنوبية، لكن اختصاص ديال المناطق الجنوبية هو أن هذه الحركة انفصالية، يعني أنا من الذين يوجهون لها اليوم علانية تحدي، أتحداهم أنهم ينفضون عن نفسهم غبار دار الحضانة الجزائرية ليسترجعوا استقلاليتهم ويتحركوا كما تتحرك حركات انفصالية في بلدان أخرى بكل استقلالية. راه في عدد ديال الدول فيها حركات انفصالية، لكن لحسن حظها ما عندها شيء الجزائر تزعزع استقرارها أو تحاول زعزع استقرارها، كما يحصل بالنسبة للبي باسك في إسبانيا، وكما يحصل بالنسبة لمنطقة كاتالونيا، كما يحصل بالنسبة لمنطقة ديال كورسيكا، كان يحصل في منطقة ديال إيرلندا. يعني الفرق بين هذه الحركات الانفصالية كلها وما يحصل في الجنوب المغربي هو أن هناك حركة انفصالية تمولها وتحركها جهات ولا تتركها تتحرك مع السلطة المركزية. ماذا بنا لو أننا نتواجه وجها لوجه مع البوليساريو، يجي البوليساريو هنا تكون عنده الشجاعة الكافية يقول أنا بعيد عن المظلة الجزائرية وغنجي لدوزيام وغنتناقش. حجتي والحجة ديالك، أنت كتدافع على الحجة ديالك باش تكون في نطاق الوحدة المغربية، وأنا كنجيب الحجة باش نقول بأنني ما بغيتش نكون في الوحدة المغربية، لكن أتحداهم هم عاجزون على أن يرفعوا هذا التحدي، وهذا هو الإشكال اللي مطروح. هذا مع العلم أنني من الذين يعتبرون أننا في المنطقة المناطق الصحراوية في حاجة إلى مقاربة جديدة، في حاجة إلى نموذج تنموي جديد، لأن النموذج التنموي الذي اشتغلنا به منذ 1975 وصل إلى منتهى، هذا لا شك في ذلك، لكن علينا أن نجتهد بحسن النية وأخذا بعين الاعتبار الملاحظات اللي قدمها السيد الوزير. حقيقة لأن المجهود الجبار الذي بُدل لفائدة إخواننا في المناطق الصحراوية، وهم يستحقون ذلك ويستحقون أكثر منه، لكن لا يمكن أن نقول بأن المقاربة الوحيدة كانت هي مقاربة أمنية. الإخوان ما كيقولوش الكلام هذا، ولكن كنقراوه في عدد ديال المواقع، كنسمعوه في عدد من المناسبات بأن كاين غير المقاربة الأمنية. هذه مغالطة كبيرة، المقاربة هي مقاربة تنموية يجب أن نعيد فيها النظر، والمدخل بالنسبة لي غنجيو لهذه القضية هذه من بعد هي الجهوية الموسعة. فعلا الإخوان تناولوا هذا الموضوع صراحة، وأنا في نظري كان هو مرحلة من مراحل هذا المشكل المزمن، و فعلا ما يمكن الواحد ينكر المجهود الكبير اللي تنجز في الصحراء، ويمكن نتحدث عن واحد المعجزة اللي تحققت، والتضحيات الكبرى اللي قام بها كافة الشعب المغربي من أجل تنمية هذا الإقليم العزيز، وباش يجعلوه في مصاف مختلف الأقاليم. ولكن كان لاحظوا كذلك، وهذا التقرير تكلم عنه الأخ منذ حين، أعطى بعض تشخيص الوضعية، تشخيص الوضعية الاقتصادية الاجتماعية في المنطقة، والمغاربة اللي ماشيين لها، واللي أعطتنا هذه النتيجة، نتيجة
فعلا عندنا بنية تحتية نموذجية جديدة، عندنا مدارس، كل طفل اليوم عنده مقعد في مدارس، كاين تغطية من ناحية الكهرباء، من ناحية التزويد بالمياه، هذا لا نقاش فيه، المطارات، الموانئ، ولكن كاين تبقى مشاكل ديال الحكامة، وهذا المشكل في نظري كيعطي مسببات أخرى. واللي اليوم اش كنعملوا نحن؟ ها بعض الناس، بعض القاصرين كيخرجوا كيرموا الحجار، سميتو كنتكلموا عن مقاربه امنيه الوحيده، واش هي الوحيده الكفيله؟ كطرح يعني كيفاش ممكن نتعامل مع هذه السلطات المغربيه؟ واش عملنا كصحراويين وحدويين؟ شنو هو العمل اللي ندار؟ اولا العمل كينطلق من الثقه. نحن مآمنين المشروع ينقال له الوحده الوطنيه ديال المغرب من طنجه الى الكويره. وما فرض علينا شي حد، هذه قناعه منا، لانه مصلحه الصحراء ومصلحتنا كصحراويين هي الاندماج مع المغرب. وجودنا داخل هذا المكون الوطني اللي كيتسمى المملكه المغربيه، هذا تاريخنا. هذا كذلك هذا تاريخنا وهذا واقعنا، والحمد لله اللي احنا اعطانا الله النعمه ديال الوحده مع المغرب. ولكن كذلك عند خصوصيتنا كمجتمع، كمكون في هذا المجتمع. اليوم نشوف شكون اللي عنده القرار في الصحراء، هذا هو سؤال كبير. بيد من القرار؟ هذه ماشي قضيه، هذا مشروع امه، مشروع بلد اللي صهر عليه جلاله الملك، وهو مشروع اللي ما كيقبلش تعدد الاستراتيجيات او القرارات اللي هي انفعاليه او تاخذها تحت الضغط. لا، خاصنا المغاربه كلنا نسطروا واحد السياسه ونمشوا عليها ونعرفوها. اولا الثقه في هذا العنصر اللي يسمى العنصر الصحراوي، تحميل المسؤوليه، لانه احنا عندنا نظامنا الاجتماعي، بقينا ولا كرهنا احنا مجموعه قبائل، يعني خصوصيه، وعندنا خصوصيه، والرابطه الاساسيه اللي عندنا كانت دائما وستظل مع العرش العلوي. اذا ما نقلطوش انفسنا، ولكن كنشوفوا احنا كمتتبعين كنشوفوا بانه كل واحد هذا ميدان، كل واحد كيجرب فيه سياسته ولا يحاسب احد على نتائج عمله، وفقدان الشفافيه والحكامه، وكتعطينا، لانه هي 40 سنه اعطتنا من سياسه اقتصاديه معينه، اعطتنا واحد الفئه اللي مستفده، واحد الفئه عريضه كتعاني التهميش، اعطتنا واحد الفئه قليله جدا هي اللي نجحت ومشات وواكبت. لان انت الانسان المتعلم يختلف كثيرا عن الانسان اللي ما عندوش تكوين وما عندوش تنوير وما استفدش من الفرص اللي. اذا هذا هذا مشكل مجتمعي. احنا الان الحمد لله عند الامل في الورقه اللي جاب المجلس، ولكن في نظري باش ما عاودوش سميتو عندنا موعد مع التاريخ، وهذه مسيره جديده في تاريخ هذه المنطقه في تقويه تواصل الوطنيه. وانا مثال نعطي مثال بسيط، وماشي تعقيب على الاستاذ، ولكن ما نتفقش معه بعض المعطيات اللي اعطى للصيد البحري، هذه مقالطات كبيره جدا، لان احنا مهنيين داخل منطقه الصيد البحري، ملي كيقولوا لنا ما كيكمش التثمين ديال المنتوج، ويعطونا هم التثمين، يعطونا التثمين المنتظر ونشوفوا تجارب العالم، الا باستثناء اليابان يمكن اللي عندهم تجارب ديال التثمين اللي هي عاليه جدا. احنا نعرفوا هذا ميداننا كنخدموا فيه يوميا. يعني هذيك الثروات اللي كتخدموا عليها يستفيدوا منها اهل المنطقه. ماشي، انا ما كنهضرش على الاستفاده، انا كنهضر على المردوديه والتحويل، الصناعات التحويليه اللي كتتبع. صحيح كاين بعض القطاعات اللي ما كتستافدش وخاصها توقف، لانه هذاك نزيف للثروات، نوعيه من الثروات، ولكن الغالبيه حسب معرفتي المتواضعه في هذا الميدان كاين تثمين المنتوج، وكاين تحويل، صناعات تحويليه، وكاينه صناعات تحويليه اللي مهمه جدا، واللي اللي بغى يستافد يعرفها يمكن له يرجع، يمكن له يرجع للصادرات، رقم الصادرات اللي كتمشي
من هذه الأقاليم، من مدينة الداخلة مثلا ومن مدينة العيون. هذه مواني يمكن تكون فعلا كاينة مشاكل، لأنه هذا مشكل مازال تكون عندنا الوقت باش نتكلموا فيه. الورقة التأطيرية، لأنه المشاكل اللي مطروحة الآن بالنسبة أن احنا كاين بعض المواني اللي موجود في الداخلة، ولكن ما يمكن لكش تصدر منه نظرا الضعف طاقته الاستيعابية. كاين بعض الأسواق اللي حاليا، وهذا خصنا نقوله، كاين بعض الأسواق اللي ما كتقبلش منه منتوج مغربي جاي من الصحراء، خاصك تصدر عن طريق أكادير. كاين هذه إكراهات، وكيمشي هذا الشيء كيتحسب لأكادير، وهو المنطلق ماشي من الداخل، الصناعة ماشي من الداخل. كاين مشكل كبير جدا واللي نبغي نتناوله وما تفوتنيش الفرصة. خليها سي شغال، اسمح لي غير عقب سي رجدي باختصار على هذه النقطة هذه، لأن شي توضيح على هذه النقطة. أولا كنظن كنتكلموا على الصناعة التحويلية، الأنشطة القبلية، كاين مجموعة ديال الأنشطة القبلية اللي وبالفعل بأن التصدير ما كيكونش من الأقاليم الجنوبية، من الموانئ ديال الأقاليم الجنوبية، والتحويل الأساسي كيدار في شمال البلاد. إذن هذه معطيات اللي من الوزارة بنفسها. بغيت نرجع لبعض النقاط غير باختصار. كنظن بأن كنختلف مع الأخ نصيري في نقطة ديال التحدي. كنظن بأن كيخصنا نعتبره أن هذوك جميع مواطنين، ومواطنين اللي الأغلب احنا ملي زرنا الأقاليم شنا أزيد في يناير أزيد من 1000 ديال المواطنين القاطنين في الأقاليم الجنوبية، وفي شهر أبريل من جديد التقينا ودرنا ورشات في مارس، كانت عدد أقل، ولكن في أبريل التقينا أزيد من 1300 ديال المواطنين في هذا. ومن بينهم الناس اللي كيحملوا واحد ماشي بالضروره روح انفصاليه، ولكن كيقول لك الا ما لقيتش نفسي في المغرب انا كيمكن نمشي، وكيقولها بصراحه. اذا لا غير غادي هذا هو هنا فين كاين، هناك فين كاين الفرق في التحليل. كنظن بان انا كنظن اللي كنستنتج من اللقاءات والنقاشات هي كاين اغلبيه ساحقه اللي كيعبروا بهذه الكيفيه كرد فعل وليس كاقتناع، وخصنا ناخذوا بعين الاعتبار هذه المساله. يعني انهم لانهم مهمشين، لانهم ما عندهمش الثقه مفقوده مع السلطات، لان هذا كيتكون عندهم واحد الرد فعل، وكيفاش كيعبروا عليه بهذا. ما كيعنيش بان ما كاينش اخرين ظروف تخفيف على كل حال. لا انا كنقول بان كيخص يكون واحد النقاش اللي كيجعل ان جميع المواطنين يوجدوا نفسهم، وبان الحل هو الحل ديال التنميه ديال الاقاليم في ظل الاندماج. لا، ولكن عبر النقاش وعبر الحوار، وعبر ماشي عبر التحدي، وماشي عبر الاقصاء، وماشي عبر السياسات اللي قائمه في تحدى مغربي. هي غير كنتكلم خاصة الإقصاء اللي كيعيشوه، فهذا كنظن بأنه هو مسألة اللي ماشي إيجابية وماشي في صالح لا في صالحهم ولا في صالح هذا الاندماج اللي كان نتوخاوه جميع. عندي تعقيب على تقريبا واحد ثلاثة نقطات بسرعة. أولا يمكن نقول أنا متفق مع السي البشير، لأنه كاين هوى ماشي غير مؤسس على قناعة، هوى انفصالي باش وهذاك الهوى الانفصالي هاد الشيء اللي كيفسرنا علاش كنلقاوه عند يعني عند ناس اللي مازال صغار أو ولكن ما استطعش يتحول فعلا إلى اختيار مؤسس، ولهذا كيعجز على الدفاع على نفسه بوضوح. وكانت نقاشات ودارت مبادرات خارج المغرب في هذه السنوات الماضية وما استطاعش يصمد، ولهذا السبب انا ضد يعني بشكل واضح القضيه الوطنيه. عندنا فيها جوج ملفات منفصلين. كاين عندنا الاشكاليه التنمويه، لان وصل النموذج التنموي للنهايه ديالو، وكاين عندنا الاشكاليه ديال الخارج
عندنا مشكل مع البوليزاريو والجزائر وخصنا نحسو كندبروه في اطار الحكم الذاتي كمقترح باش نعالجوا هذه الاشكاليه. هادو جوج، كاينه اشكاليات فرعيه اخرى للاستقرار ولكن جوج. القضيه اللي اثيرت في هذه الايام الاخيره شنو اللي ظهر؟ ظهر لانه القرار كان نهار الخميس، نهار الجمعه شنو وقع؟ مظاهره يعني العدد ديال الناس ديالها قليل ومحدود، وهذا الشيء ماشي كنقول انا الصور ديالنا، لا الصور اللي هما كيروجوها في وسائل الاعلام الجزائريه كتتكلم صور ديالهم نيه الشخص. المهم حنا هما براء قلال، وكتبان طبيعه العناصر، وكتبان بان كاين اجانب جاو اما من منظمات او برلمانيين او من احزاب. وهذا الشيء تنقول في اليوم الثاني، راه باش تحجز التذكره وباش تبرمج وباش والنهار بالضبط وكذا، راه ماشي عمليه دارت فجاه. زائد العمليه ديال التصوير اللي كانت كتتم واللي كانت في الحين، في الحين كاين في اليوتيوب، واللي هي بواحد الدراسه متفحصه كيلاحظ الانسان بان كاين مقاطع تقطعات باش يوقع التركيب، باش الواحد كيشوف تيشوف واحد البناء ديال واحد الخطاب ديال المظلوميه وديال. ولكن الصور اللي خرجت شنو اكدت؟ التظاهر السلمي كاين التعامل معاه في اطار القانون، يمكن كتوقع بعض الاشكالات. هو كيخلق مشكل في المغرب كله. انا نقول لك اكثر، المغرب اختار ما بين 2011 و2012 تقرير رسمي قدموا المغرب مجلس حقوق الانسان في مارس، ما بين 2011 و2012 40,000 تظاهره وقعت. عدد نسبه التدخلات وقعت في اقل من 1%، وهذا الشيء قلناه. شحال فيها مرخص؟ ما نهضرش انا على اللي مرخص ولا هو اللي كان وقفه وامر واقع. ولكن كاينه واحد المسطره تبعت وبان في الاشرطه اللي روجوها الخصوم بانه كانت وقفه وكانت الشعارات والناس رفعوها وفي الشارع العام، ومن بعد تم اللجوء للمسطره ديال الاخلاء بعد يعني الاخبار ديال الناس. وراه الاخوان في اللجنه الجويه راه متقين هذاك، وجاو الناس ديال المنظمات لانه راه كانت وقائع. حنا درنا واحد العمليه باش حلينا هذا الاشكال على المستوى الحكومي مجموع المصالح، اتصلنا بالمنابر الصحفيه المغربيه قلنا لهم يلا تمشوا للصحراء تشوفوا باش نحلوا هذا الاشكال. وتلاحظوا في الجرائد الوطنيه في هذ اليومين الجميع مشى، قلنا لهم مشيو يشوفوا، غادي يبقاو يجيو هذوك الاجانب ويقدموا الصوره ديالهم، المجتمع ديالنا المغاربه يشوفوا ويعيشوا هذاك النقاش. سيد الوزير، الواقع ديال هذه الصور ربما عند الراي العام الخارجي اكثر من وقع المقالات ديال الصحفيين المغاربه، لان باقي دائما داك الشيء راه عيط لهم وزير الاتصال وداهم وخانه. لا هذه الفكره كاينه، كاين صحفيين اللي مشاو تماك لقيناهم تما قبل ما نجيو. ولكن هذه مسؤوليتنا، هذه حرب ناخذها كبلد ديال الصوره. نعطيك انا واحد المثال بسيط، المهرجان الدولي ديال حقوق الانسان في جنيف اللي دار بمناسبه، تفاجئنا لقينا بانه فيلم مغربي حول التندوف وحول حقوق الانسان والقضيه ديال ولد سلمى قدم باش يتعرض وترفض، ترفض. وفيلم اخر ديال الخصوم من اسبانيا تقبل، وغادي يكون في النهار الاول. قلنا غادي ندير واحد السياسه بسيطه، وهي غادي نمشيو حتى حنا نعرضوا الفيلم ديالنا بموازاة هذاك المهرجان، والناس اللي يشوفوا هذاك الراي يشوفوا الراي الثاني. بالتالي كما قلت هي معركه وحرب، هي معركه وحرب، خاصنا نكونوا متواجدين ماشي في الداخل حتى في الخارج. فاش قلت انا بالنسبه للصحفيين المغاربه، لان جزء اساسي خصنا نقويوا الجبهه الوطنيه بالمعرفه بالعلم بالتوضيح ببرامج بوقائع بالتاريخ. واش معقول انه الان انه ينوضوا مغاربه بتمويل ذاتي ينجو فيلم حول البوليزاريو بلا الفيلم برق؟ دابا هذا فيلم اخير في بروكسل وكيبرمجوا العرض ديالو. خصنا نبذلوا مجهود، وللاسف ما كيتلقاوش الدعم. عاد دابا حنا كنشوفوا شنو الاليات اللي كتحافظ على الاستقلاليه ديال 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 الدعم بلجان مستقله، ولكن في نفس الوقت فاش نقولوا خص تكون تعبئه باش كنواجهوا هذه الاشكالات الخارجيه، راه الداخل والخارج الصحفيين المغاربه يمشيو يشوفوا. الصحفيين الاجانب فاش كيتصلوا بنا كنقول لهم مرحبا تفضلوا ها المنطقه الامم المتحده وكيمشيو. وحنا بالنسبه لنا ما ندخلوش في الواحد شنو يقول،
ولكن ما يبقاش الاخر يدير سياسه تلفيق او يدير محاوله فبركه صور او مشاهد معينه. كاين الاشكاليه ديال الثقه. هذه اشكاليه الجميع كيتحدث ولكن كتعرض لواحد التضخيم. انا غادي نطرح واحد الملاحظه، شحال عندنا من برلماني من الاقاليم الصحراويه؟ 51 برلماني. شحال عندنا من جماعه حضريه وقرويه؟ ازيد من 80. شحال عندنا من مستشار جماعي في الاقاليم الصحراويه من اهل الصحراء؟ ازيد من 1300 مستشار. هاد الهياكل وهاد البنيات شنو كدير؟ شنو كتناقش؟ شنو كتشتغل؟ ياك الميزانيه ديال وزاره الطاقه والمعادن، وزاره الفلاحه والصيد البحري، هاد كيجيو للبرلمان كيتناقشوا، كتطرح الاراء، لان الثقه باش كتبنى؟ كتبنى ان الانسان كيمارس كل الاختصاصات ديالو، وكان وكان وكنطرحوا الاشكالات، وكاين عدد من الملفات اللي المؤسسات المنتخبه اشتغلت عليها وعالجتها. وكاين قضايا اللي ما كانش كيتعالج. المجلس اللجان الجهويه في الاول فاش كانت دارت اللجان الجهويه الجميع قالوا هذه واحد المسرحيه. المعتقلين السابقين ماشي العائدين، المعتقلين السابقين ولاو اعضاء فيها، وهما اللي كيتحاوروا مع الناس ديال الضحايا كيحطوا الشكايات، وهذيك الشكايات يقع استجابه احيانا لا يقع تقع الاستجابه لها ولكن كاينه اليه ديال الشغال. هذه القناه ديال العيون، واحد العدد البرامج ما انا ما نبقاو دائما كنهضروا في الاطار اللي موضوعي، برامج سياسيه ديال النقاش قبل ما نكون انا في الحكومه شاركت احدا وشفت الحوار السياسي اللي كان حول الاشكاليات ديال التنميه في المنطقه. الجرائد اللي الان منابر اللي الان كتصدر وكتفتح النقاشات، فاش صدرت الورقه التاطيريه المجلس الاقتصادي نظم سلسله لقاءات، جاوا الناس كتناقش. هادشي باش كيتبنى الثقه. اسمح شوف سي العجلاوي كنطلب شي غير باختصار لان خصنا ندوزو للمحور الاخير. لا بتركيز فيما يخص، انا اعتقد التقرير الذي اصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تقرير جد هام، وصل لواحد ثلاثه الخلاصات او مداخل لنقاش ما يقع في هذه المنطقه، وهي المسؤوليه والحكمه والشفافيه. هذه تلخص اشياء كثيره جدا. المساله الاخرى يجب كذلك ألا نلخص قضية الصحراء في قضايا اقتصادية أو قضايا كذا أو قضايا كذا. أنا أعيد أن المقاربة تكون مقاربة أعم، بمعنى أننا في العشرية الأولى من القرن 21 دخلنا إلى مجال المجتمع المغربي والنخب والنظام السياسي، دخل إلى مجال جديد وهو الذي جنبنا ما يسمى بالربيع العربي فيما يخص انتقال الأشياء من المركز إلى المحيط، إعطاء ما يسمى بالخصوصيات الجهوية. في التعبير عن الخصوصيات الجهوية تظهر كل الأشياء، ربما لأن منطقة الصحراء لها خصوصيات معينة تظهر فيها هذه الأشياء، في منطقة الريف تظهر أشياء أخرى، في الدار البيضاء، في الرباط. يجب أن يكون تعاملا منطقيا منبثقا أو مبنيا على هذا التطور الذي يعيشه المغرب. والسؤال هو إلى أي حد نستطيع جميعا نخب سياسية وحكومة وكل مكونات الشعب المغربي أن نطور نظامنا السياسي إلى حد أن تصبح هذه المطالب الخصوصية الجهوية جزءا من اليوم وشيء عادي. مثلا تقرير بان كي مون إلى مجلس الأمن في الفقرة الثانية والفقرة الخامسة يقول بالحرف إن هذه التظاهرات في منطقة الصحراء هي تظاهرات محدودة وصغيرة، والفقرة الخامسة يقول لا تتعدى بين 50 و100 في أكثر تقدير. واش 100 ديال الناس هم الذين يعبرون عن الناس؟ خصنا في هذه قراءة جديدة أن نخرج من القطاعات، المجلس الاقتصادي يقوم بمهمته، إلى قراءة الإشكال في إشكال تطور المجتمع المغربي والخصوص. جريتنا للمحور الأخير الأستاذ العجلاوي مشكورا. دس المحطة هذه الأخيرة، وأكيد أنه كاين محطات يعني مستقبلية، كاين ربما الجولة الجديدة من المفاوضات، كاين المعركة داخل الأجهزة الأوروبية، كاين الوضع يعني الإقليمي اللي شرح الأستاذ العجلاوي. هذا الشيء في نظركم شنو ربما الآن انطلاقا من الدروس اللي استنجناها من هذه التطورات ديال الأسابيع الأخيرة، الآن الخطوات المقبلة سي الشيخ؟ شكرا. كيف ما قلت أولا، الآن كاين قناعة عن جميع الفاعلين بأنه ليس هناك إجماع على صعيد مجلس الأمن
فيما يخص قضية الصحراء. ولا أتصور بأنه هذا الإجماع قد يوقع. علاش؟ لأنه كاين مجلس الأمن مجموعة من المصالح، دول ومصالح. يعني بصيغة أخرى لا ينبغي اعتبار هذا المحطة ديال 25 أبريل 2013 يعني نهاية المسار، يعني كاين احتمال أنه نعيشوا يعني سيناريوهات مختلفة. لا لا، ولكن ماشي بنفس الإطار، في نطاق بأنه الحل اللي هو واقعي واللي هو موجود هو الحكم الذاتي. ما غير هو الحكم الذاتي ما نظنش وما قاديش نتصور بأنه قاد يكون عليه إجماع من طرف مجلس الأمن، وهذا روس بنفسه تكلم عنه. إذا قد تكون جولات وجولات وقد ننتظروا الاستاتيكو، يعني وضعية اللي، ولكن هذا ما يعفينا احنا بأن نقيروا ونجلسوا جلسة تأمل. أنا معك سيد الوزير، الصحراء تتمتع بنواب برؤساء جماعات بميزانيات ضخمة جدا، ويمكن على حساب استفدنا هاي السنوات كلها من واحد الوضع اللي هو تمييز إيجابي ولا ننكره، ولكن هناك كذلك خصوصية، خصوصية يجب الاعتراف بها. هذه الخصوصية أنا أعطيك مثيلة. ماذا نقول الشيخ من شيوخ تحديد الهوية أو من شيوخ القبائل اللي يمنع من مقابلة والي باش يحل مشكل ديال أرملة أو ديال واحد عايد أو ديال واحد كذا، ولمن تعطى هذه الامتيازات؟ ماذا نقول؟ هذه هي الثقة اللي كنتكلموا عنها. أنا ما تعطينيش ولكن قابلني بالوجه الحسن. خاص آليات المغاربة الوحدويين الصحراويين يظهروا على الواجهة وهم اللي يكونوا مخاطب، ماشي نستعملوهم في الأوقات اللي نقولوا لهم جاي وفد أجنبي أو جاي تسيروا لبسوا دراريعكم ماجو. الصحراويين أذكياء، كيبان لهم حتى هما بأنهم مقيبين، حتى كيحضروا كنحتاجونا نحضرونا. هذا منطق متجاوز، راه ما يمكنش نبنوا عليه استراتيجيه. الان يجب، هذه هي الثقه اللي كنتكلم عنها، نحن مستطعين ومستعدين نواجهوا الجزائر ونواجهوا بوليزاريو، ومعانا الدعم ديال الشعب المغربي كله ومتجند من ورانا. ماشي معقول بانه نشوف واحد جاي بدلا من الدير انت واحد، كيف ما احنا عندنا مثال كيقول لك بدلا من الترد اغنميانا عروره كنقولها احنا، ما نقدرش نقولها للمستمعين، شد العروره وردهم اغنم. هي هذه دابا بدلا من تمشوا تقلبوا ونصنعوا ونجيبوا واحدين. الصحراويين موجودين وعقلاء ومتشبتين بالوحدتهم الترابيه وعارفين عنها مصلحتهم وهي تاريخهم، ولكن لا يمكن. أرى هذه بلادي وهذه منطقتي، هذه بلاد المغرب ما كاين مشكل، ولكن هذه بلادي. إذا وهذا هو اللي كنتكلموا احنا عنه. راه اليوم خاص النخب ديال الصحراء، النخب الحقيقيه اللي عندها تواصل مع السكان، ينعطى لها قيمه، تعطي رأي في الأمن، في المقاربه الأمنيه، تعطي رأي في الإقناع، تلعب دورها في الإقناع ديال هذا الشباب، تعطي رايها في اي مبادره تنمويه في الاقاليم الجنوبيه. دونك كان كاين هذا القضيه ديال الاشراك النخب، شوف السي ناصر من وجهه نظره شنو كيشوف؟ انا متفق مع الاستاذ الشيخ، طالما اننا امام معركه تخاض امام مجلس الامن بمحددات ديالها، نتحكم في بعضها ولا نتحكم في البعض الاخر. هذه سنه العلاقات الدوليه الاستراتيجيه الصعبه. لكن بين ايدينا وسائل ضغط قويه جدا، وعلينا ان نحكم تصريفها من خلال اشتغال ذكي للدبلوماسيه الرسميه وللدبلوماسيه الموازيه. انا اؤمن بالتفاعل بينهما. هذا المستوى الأول. المستوى الثاني داخليا نحن مجمعون هنا، وأعتقد أن الرأي العام الوطني مجمع كذلك على هذه القضية. نحن في حاجة إلى نموذج تنموي اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا جديد
في المنطقة، ولنا المؤهلات لنقوم بذلك، ولنا في التقرير الأخير ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي مادة دسمة قوية جدا تكلم عليها الأستاذ العجلاوي عن حق الكلام ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي يفتح آفاق. علينا أن نتمعن فيما يرصده بكثير من التبصر وبكثير من روح المسؤولية وبكثير من الصرامة والشجاعة الفكرية. يجب إعادة بناء الثقة، هذا مسألة لا نختلف فيها، وبناء الثقة بين مجموعة من الأطراف. وأنا أقول بأن إذا كنا نسائل أنفسنا علينا أن نسائل الآخرين كذلك، نقول بأننا في حاجة إلى علاقات جديدة بين الفاعلين في المنطقة، الفاعلين السياسيين، الفاعلين الاقتصاديين، السلطات الإدارية، المنتخبين، لنبني ديمقراطية متقدمة. هذه معركة نخوضها في المغرب في الجنوب وفي الشمال، وعلينا أن نجتهد باش في المناطق الجنوبية تستفيد مما يحصل في المناطق الشمالية، وباش المناطق الشمالية تستفيد مما يحصل في المناطق الجنوبية، ولا يمكن أننا نمشي بمنطق ديال الكيل بمكيالين. بصرف النظر عن أن المنطقة الصحراوية مؤهلة للحكم الذاتي، في حين أن الجهات الأخرى مؤهلة ومنفتحة على الجهوية الموسعة، وهناك فرق قانوني ومؤسساتي معروف في هذه في هذا الموضوع. ولكن أنا كنظن بأن علينا أن نطلب من كل المتدخلين في الحقل السياسي في المناطق الصحراوية المسترجعة أن نسائل الجميع على أن يعطي مدلولا ملموسا لهذه الديمقراطية التي نريد أن نبني. علشان قبيلة قلت بأني كنرفع التحدي، الكلمة مسألة ثانوية، أنا كنقول بأنني أحلم باليوم الذي أقدر فيه على محاورة الانفصاليين وهم مستقلون في فكرهم، وهم لا يخدمون أجندة جهوية معينة. أنا ما عندي غرض، إلا بغيت نتكلم مع الجزائر نتكلم مع الجزائر، نحن كذلك الدولة المغربية يمكن أن تخاطب الجزائر، المؤسسات المغربية يمكن أن تخاطب الجزائر، ولكن أن تخاطبني الجزائر تحت غطاء البوليساريو هذا يعني يجب أن يوضع حد لهذا. هذا أيضا نموذج انتهى. عندما نقول أنا أنهي، عندما نقول بأننا في حاجة إلى نموذج تنموي جديد في المنطقة، نحن كذلك في حاجة إلى نموذج استراتيجي جديد في المنطقة. قبل ما نسمعوا باقي المتدخلين، نسمعوا آراء يعني بعض السياسيين آخرين من مكونات سياسية أخرى، وكذلك إعلاميين اللي كيتحدثوا ربما على الدروس والعبر اللي خصنا نسجلوها من ما حدث في هذه الأيام الأخيرة. من روبورتاج ديال محمد الخديري، نتابعوه ونواصلوا النقاش فيما بعد. أمريكا تلغي توصية لمجلس الأمن بإدراج مراقبة حقوق الإنسان في مهم من نورسو. الإلغاء جنب المغرب المس بسيادته الكاملة على الأقاليم الجنوبية. أزمة التوصية حركت الدبلوماسية المغربية في الآن ذاته، وضعتها في خانة المساءلة. هل المغرب ترخى دبلوماسيا؟ التطورات الأخيرة في ملف الصحراء لا يمكن أن ينظر إليها بالنسبة لي على أنها ضعف الدبلوماسية المغربية، بقدر ما أنها تعكيس على أنه كان هناك انقسام وتضارب في الآراء داخل الإدارة الأمريكية بنفسها. في لحظة ما أنتجنا الفعل عندما قدمنا مقترح الحكم الذاتي وحظي بإعجاب العالم، لكن عندما ترخينا استغل أعداء الوحدة الترابية الفراغ وأنتجوا الفعل، فأصبحنا الآن في موضع من ينتج رد فعل، وهذا أمر غير مقبول. لكن ما الدافع وراء تغيرات في موقف الخارجية الأمريكية؟ هل الموقف الأمريكي تغير من حليف استراتيجي كما وصفه دوما المسؤولون الأمريكيون؟ خصنا نعرفوا أن يعني السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية مختلفة، يعني كاين الإدارة اللي في الرئاسة قد يكون عندها يعني واحد الموقف، ويقد وكاين المواقف اللي كتلعب في الكونغرس يعني في البرلمان الامريكي بصفه عامه، ولا وتما كيكونوا يعني بعض اللوبيات اللي كل واحد كيدافع على الاطروحه ديالو.
هنا أسفل قبة البرلمان عقدت جلسات الفرق البرلمانية لمراقبة تطورات ملف الصحراء عن كثب. الموقف الموحد كان في التأكيد على أن التوصية بإدراج حقوق الإنسان في مهام المينورسو مزايدة على السيادة المغربية من لدن أطراف خارجية. مسألة حقوق الإنسان هي مسألة مبدئية وأولية، لا تحتاج لا إلى توصيات ولا إلى تدخل من أرسو، لأننا تدخل في سيادة المغرب، والمغرب يشكل الاستثناء الآن على مستوى الدستور دياله في المنطقة اللي هو دستور وصك الحقوق والحريات. لأننا ما وصلناش للمدارج الكامل في المجال الحقوقي، بالتالي محتاجين إلى تطوير مجموعة من الآليات ومجموعة من الممارسات في هذا المجال الحقوقي. لذلك ما محتاجينش هذا الموضوع يكون في واحد دخل المينورسو، عندها مهمة أساسية هو الوقف ديال الحرب بين الطرفين. المغرب سبق المراقبة في هذا المجال، ضمن دستوره الجديد مبادئ حقوق الإنسان، كما أنشأ المجلس الجهوي لحقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية ومنح هامشا من الحريات بهذه الأقاليم. أعتقد بأن المغرب بكل ما حصله وما ركمه من إنجازات على مستوى الإصلاحات وإن لم تصل إلى المستوى المرغوب، نازلنا نطمع فيما هو أكثر. على بالنظر إلى كل ما ركمه، أعتقد أنه من المعيب في هذه اللحظة أن يجيء المنتظم الدولي ليحاسب عن حقوق الإنسان. بعض دول الجوار التي تصرف بسخاء لأجل أن يصبح المغرب في قفص الاتهام وموضع اتهام في على مستوى الحقوق، أعتقد بأنه من المعيب أن يجيء المنتظم الدولي اليوم ليحاسب المغرب. هذيك المكتسبات الديمقراطيه تنعتبروها منها مكون ديال الحريات، وهذه الحريات راه هي اللي جعلت اليوم هاد الخصوم نتاع القضيه ديالنا الوطنيه يتحركون وينتقلون ويقولون ويعبرون ويختلفون. حزب اليسار الأخضر يرى من جانبه أن الدبلوماسية الموازية والمجتمع المدني فعلان في تفسير الموقف المغربي والدفاع عنه. اولا كتطرح القضايا ديال حقوق الانسان في نوصل يعني المغرب في مجال ديال حقوق الانسان على المستوى الصحراء وعلى المستوى الداخل، وهذه يعني من بين النقط اللي هي مهمه جدا، خصوصا منذ اقرار هيئه الانصاف المصالحه، وكذلك دسترت يعني المضامين ديال المواثيق الدوليه لحقوق الانسان. دونك كنقوم هذا تطور تدريجي وتطور كذلك خص فيه تراكم، هذا من جانب. من الجانب الثاني من الابعاد ديالها السلميه والابعاد كذلك ديالها التنمويه. هاد الصفحه لان خصنا نسميوها صفحه خاصها تفيقنا وتحركنا في هذا المجال هذا باش نخدموا على لي شوز دو فون اللي هما جوستيمون حقوق الانسان اللي هما التنميه البشريه. ترسيخ مكاسب حقوق الانسان، تسريع عجله مشروع الجهويه الموسعه، مساهمه المجتمع المدني في التعريف بملف المغرب هي مداخل لترسيخ موقف المملكه. الاهم حسب الفاعلين هو الخروج من نفق دبلوماسيه ردود الافعال الى دبلوماسيه قوامها الفعل. نسمعوا الدفعه اخيره من اراء المشاهدين، تفضل حسين الزيك. نعم، اذا الاراء والافكار يعني اللي كيتم تداولها هنا بالاستوديو من طرف الضيوف يتم كذلك تناولها من طرف المشاهدين. الرساله ضروره تطوير اليات التواصل والانفتاح الدبلوماسي. مثلا صلاح ثابت من الدار البيضاء، اسماعيل الحنافي من طاطا كيتسالوا لماذا دائما المغرب يتعامل مع هذا المشكل بحسن نيه، لماذا نمنح الفرصه لجنرالات الجزائر معها جبهه الانفصال في الداخل او لا في الخارج، نمنحهم فرصه للهجوم ويبقى المغرب مكتفيا بالدفاع على الدبلوماسيه المغربيه ان تخرج اوراقها كذلك اوراقها السياسيه للهجوم. السيد محمد جوبير، هذا مغربي مقيم بمونريال الكنديه، يؤكد ان على الدبلوماسيه المغربيه ان تكون يعني يقظه امام هذه المناوشات السياسيه للخصوم، وعلى المغرب كذلك ان يولي اهتمام اكبر وسائل الاتصال والتواصل للتعريف الحقيقي بالموقف المغربي. أحمد سقط من تمارية يتساءل، هل تعتبر بعض الدول وخاصة هل تعتبر بعض الدول عفوا وخاصة القوى العظمى بأن مشكل الصحراء المغربية هي نقطة ضعف في المنطقة ويتم استخدامها كلما دعت الضرورة لذلك؟ إلى السيد محمد بن يعزة، هذا نشط جمعوي من المجتمع المدني بالأقاليم الجنوبية، كيقول أنه رغم الميزانيات اللي رصدتها الدولة إلا أن غالبية الصحراويين لم يروا أثرها على حياتهم اليومية، ومن ثم يعني تعذر عليهم الاندماج. عدد كبير يعتمد على اقتصاد الريع اللي استفدت منه فئة قليلة وعانت بقية الشرائح في مستويات متفاوتة من التهميش. محمد غازي من الدار البيضاء، في سؤال موجه للضيوف، ما موقفكم من منظمة أمنيستي أمنيستي يعني هذه المنظمة تورط بعض ممثليها في أعمال العنف والانحياز للانفصاليين كما تناقلت ذلك مواقع إلكترونية عديدة،
كيف يمكن أن يتعامل المغرب مستقبلا مع الهيئات والمنظمات الحقوقية اللي كتزور أقاليمنا الجنوبية بين الفينة والأخرى. ننهي كذلك برسائل توصلنا بها من مغاربة القاطنين بالخارج، حميد بسو من سويسرا، يحيى بن سعيد من شمال فرنسا، اللي كيقولوا أنه من الضروري إشراك مغاربة الخارج كذلك يكونوا لوبيات للضغط في بلدان المهجر للتعريف الحقيقي بالدبلوماسية المغربية والتنزيل الحقيقي الجهوية المتقدمة، اللي بقى سؤال مطروح دائما على الضيوف. سي عمر الدخيل من جانبك، شنو كتقترح لتدبير المحطات المقبلة؟ أولا بالنسبة للمحطات المقبلة، هناك من علاش قلت قبيل بين تدبير الملف تدبير خاطئ، بناء على الشيء اللي قالوا الشيخ لعدة أسباب، منها ما شاء الله الشيخ عمر. بالفعل هناك مجموعة من المشاريع، مشاريع كثيرة والدعم الكبير اللي استثمر في المنطقة، هذا الكل يعترف به، هذا لا نقاش فيه ولا جدال فيه، اللي من طبيعة الحال من طرف الوكالة ولا من طرف العاش الوطني ومن طرف مجموعة من الأجهزة من الإدارات المركزية اللي شاركت واللي دعمت واللي من طبيعة الحال استثمرت الكثير، وهذا الكل يعترف به. ولكن الإشكال أولا بالنسبة، أولا عندنا ملف ديال الماضي اللي ضروري كل واحد، لان بالنسبه للمنطقه عندها خصوصيات وعندها اشكاليات. كاين المشكل ديال التوظيف مثلا. مؤخرا اصدر مرسوم للسيد رئيس الحكومه على اساس بالنسبه للتوظيفات، لانه كانت بالنسبه لهذا المشكل كان شيئا ما يحل بعض المشاكل، مع العلم ان هناك فيه كذلك تجاوزات وفيه مشاكل اللي مطروحه بالنسبه للمنطقه. بالنسبه للمعطلين، الكثير حاليا من المعطلين في المنطقه وكل عام يتزايد، لانه نظرا لكثره الخريجين ونظرا كذلك للتعليم اللي يكون يزداد يوما عن يوم في المنطقه. اذا لابد من التفكير بالنسبه للمنطقه بخصوصيه غير الخصوصيه المتواجده في المناطق الاخرى. كاين مشكل السكن، الديار موجودين، هناك العائلات الموجوده حاليا التي ليست لديها سكن، لو لم يكن التكافل الاجتماعي اللي شرط له في البدايه لكان المشكل اخطر. هناك كذلك بالنسبه لهذه المواد المدعمه اللي الكل يتكلم عن مشكل المواد المدعمه. فعلا هناك مواد مدعمه، ولكن يجب كذلك بالنسبه للصحافه وبالنسبه للاعلام ان يبين للراي العام المغربي ما هي هذه المواد المدعمه وما هو الدعم الذي تدخل في هذه المواد وكم. بالعكس هناك كذلك تهريب لهذه المواد، هناك اشكال مجموعه من هذه المواد التي تهرب ولا يستفيد منها المواطن وينعكس ثمنها على المنطقه. هناك كذلك المشكل الصحه، مشكل الصحه هناك مشاكل، وبالاخص بالنسبه للاختصاصات هناك اقاليم التي تعاني من هذا المشكل ولا زالت تعاني، والى حد الان لم نتوصل لحل، مع العلم ان كممثلين لهذه المناطق دائما نطرح نضع حلول من اجل حل هذه المشاكل. بالنسبه كذلك اللي نرجع لك السيد خلفي، لكن ما شي اضافه في الاخر؟ لا كاينه غادي نرجع لك في واحد بشكل مختصر، غير نشوفوا السي الوزير سي وسي العجلاوي والسي راشد ما سمعناوش في هذا تدبير المحطات المقبله. اولا كما قلت ينبغي ان نفصل بين الامرين، الدفاع على السياده الوطنيه على المستوى الدولي وحزم اشكاليات الشرعيه، هذه استراتيجيه لا ينبغي ان نسمح بتوظيف لا حقوق الانسان ولا اشكاليات التنميه ولا اي شيء على المستوى الداخلي في هذا الامر. الصحراويين المغاربه كاين يمكن نقول واحد الشهاده قبل الشهاده، الدراسه الاخيره اللي صدرتها المديريه الوثائق الملكيه دكتوره بهيجه سيمو، صدرت ازيد من 400 وثيقه حول المغربيه ديال الصحراء ووثائق نادره باصولها، ماشي فقط الاتفاقيات الدوليه، وجبدات وقائع مثيره كتكشف كيف اهل الصحراء هم من خرجوا للدفاع على مجموع المغرب في مواجهه الاستعمار الاجنبي، معركه سيدي بوعثمان الشهيره في ضواحي مراكش مع ولد الشيخ ماء العينين، وقبل فالشيخ ماء العينين خرج من السماره ومشى لتيزنيت في 1910 باش يحارب، وكان هو النائب ديال السلطان مولاي الحسن اللي جا الضاير قبل الدخول ديال الاستعمار الاسباني. تكلمنا على المستقبل السيد الوزير، المستقبل كنبنيو على التاريخ والمعرفه ديالنا بالتاريخ، باش ما يبقاش هذه اللغه ديال نحن وانتم،
شي نحن هم انتم، وانتم هم نحن. عندنا اشكاليه ديال الديمقراطيه نعالجوها، اشكاليه ديال حقوق الانسان نعالجوها. المسار اللي تبدا مع الانصاف والمصالحه باش نذكر هي هذه المحطات الاخيره، ومع اللجنه الجهويه، مع المجالس المنتخبه، مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، واللي هذا الخطاب اللي حنا كنهضروا عليه الان راه كيتقال بوضوح. 4.6 مليار ديال الدرهم اللي مجموع المساعدات فيها البطاقات والمواد المدعمه فين كتمشي؟ كاين ناس اللي ناضوا كيقولوا يقولوا لنا فين مشات؟ الغيو كاع هاد الاعفاءات ياك السي الشيخ، هادشي تقال. كاين اللي شد هذيك الورقه ودار. انا كنقول لك الواقع دابا اللي عندنا حنا، هاد النقاش حنا ما خايفينش منه، حنا مشينا ابعد. خوان مانديز مقرر الاممي ديال التعذيب جا للمغرب ومشى للعيون، هو كيعترف كيقول ما عرفش تقييد الحركه ديالي. اي شخص بغى يتلاقى معاه تلاقى معاه عادي، ما عندنا ما نخفيو. دابا اللي كيبغي يجي مرحبا بك، يسلك الطرق القانونيه، لان هذا الباب، هذا البيت عنده هذا البيت عنده باب ديالو وخصو يسلكو. القضيه ديال الثقه حنا كنبنيوها وكاين مسار. نعم احيانا كتوقع بعض المشاكل، كتوقع بعض التحديات، ولكن خصنا نكونوا واعي بان باش نستطيعوا نبنيو هاد نعزوا هاد الثقه واللي هي في واحد النسبه معينه موجوده في عندنا، وهي اللي كتجعلنا الان كنناقشوا الموضوع حنا مرتاحين، وكتجعل واحد العدد كبير ديال الصحراويين الوحدويين على الروس. شكون اللي تناقش معاه في الامم المتحده فاش جاوا الخصوم عرضوا واحد الشريط على حقوق الانسان في المغرب؟ الصحراويين الوحدويين. كاين عندنا نخبه واللي كما الان كتنتقد الوضع وكتنتقد الحكمه، هذا عنصر قوه للبلاد ديالنا، ماشي عنصر قوه لان حنا باغيين نديروا به التسويق الخارجي، لا هذا ما غاديش ننجحوا به، ولا كنا نديروا به النيه ما نربحوش. ورش في المغرب ككل، المحطه المقبله عندنا كاين الشق الخارجي اللي خصنا نكتفوا فيه سياسات ديال التواصل والحوار مع المنظمات ومع الفعاليات، ووعي والوعي بالتعقيدات ديال صناعه القرار الدولي واللغه ديال المصالح مع اللغه ديال المبادئ كل هذه المنطقه. وعندنا الجبهه الداخليه، الجبهه الداخليه الان الدستور اقر المكون الصحراوي الحساني كمكون من مكونات الهويه الوطنيه. من الناحيه اللغويه الاعتراف باللهجه الصحراويه الحسانيه. الخطاب جلاله الملك اللي على اساسه انطلق العمل المجلس بوضوح احترام الخصوصيه الثقافيه. احنا خصنا نمشيو في هذا المسار. اهل الصحراء خصهم يلقاو المكان ديالهم في النسيج الوطني كله، ماشي فقط داخل الصحراء. كله. كنلقاو الصحراويه الحسانيه في القناه الثانيه وفي القناه الاولى، كنلقاوها في الانتاج ديالنا الفني والادبي، كنلقاوها في كل شيء. وكنلقاو نفوسنا لان هذا تاريخ. واش المرابطين منين جاوا؟ منين كيستطعنا نبنيو هذا البلد 12 القرن وتبنى بالاجداد ديالنا؟ واش حنا عاد نجيو الان نسالوا حقائق؟ النقطة الثانية غنرجع لك غنرجعك في واحد 30 ثانية السي الوزير السي العجلاوي. لا أنا فقط كذلك في إشارة، هناك كتاب ديال الأستاذ بالحداد الأستاذ مع الدراسات الإفريقية حول التسرب الاستعماري أواخر القرن 19 بمجموعة من المشكلة، ما مطروحش على مشكل الوثائق والتاريخ. أنا المقاربة المستقبلية على مستويين، المستوى الأمني، والمغرب طالب بتعديل البروتوكول رقم 1 في اتفاق وقف إطلاق النار فيما يخص الجدار، لان الان ظهر بجلين حتى قياده البويزاريو حذرت بعثه الامم المتحده في يوليوز 2012 من تعرضها للاختطاف في مخيمات تندوف، اضافه الى ان المساله الامنيه المغرب يجب ان يوليها اهميه كبرى لان هي الورقه الرابحه للمغرب. المساله الثانيه مساله حقوق الانسان. اكبر رد على مساله حقوق الانسان هي ما ذكرته منذ قليل، المقاربة الوطنية لتطور المجتمع المغربي وتطور النظام السياسي. ولكن على الحكومة السيد الوزير، الحكومة المغربية، أن تسرع بإنزال أو تفعيل الدستور، لأنه هو أكبر رد فيما يخص المواجهة مع الخصوم. لأن تلقوا حضور لمجلس الوطني حقوق الإنسان، المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي، للجان حقوق الإنسان، هذه مكاسب. العودة إلى ما قاله أحد الصحفيين فيما يخص تجربة الإنصاف والمصالحة والدور الذي لعبته على المغرب، هذه مسائل أساسية. حقوق الإنسان يجب أن لعب أن 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 نوظفها بشكل كبير، ولكن في سياق توسيع تفعيل الدستور فقط، هذا ورد الكبير. أيضا أنا أعتقد وأتوجه إلى
الصديق والوزير سي الخلفي فيما يخص حقوق الإنسان. فيما يخص حقوق الإنسان في المخيمات هناك أحداث الآن، هذه الورقة منذ سنة لم تعد قيادة البوليزاريو تتحدث عن الحل السياسي، فقط حقوق الإنسان في الصحراء وفي جنوب المغرب، ولكن هذه الورقة الآن أصبحت ورقة نزاع في مخيم الرابوني الذي توجد فيه الآن قيادة البوليزاريو. فبالتالي الحكومة المغربية والنخب والمؤسسات يجب أن تراسل المنظمات الحقوقية الأمم المتحدة، تتوقع يوميا حوادث. هؤلاء هل تعتبرهم مواطنين مغاربة أو لا؟ إذا كانوا مواطنين مغاربة يجب أن ندافع عنهم، فبالتالي هي مسؤوليات مشتركة أعتقد على مستويين، المستوى الأمني ومستوى أيضا تفعيل الدستور المغربي. سيراجي لوقع لك شيء إضافة؟ غير اللي بغيت نقول بنا متفق على ان كاين جوج جبهات الخارجيه والداخليه وما خصش نخلطوا بيناتهم، لان الا خلطنا غادي يمكن ما نبقاوش عارفين راسنا علاش كنتكلموا. اذا بالنسبه للداخل، الداخل كيخصنا نستمروا في تدعيم تكوين هاد التنميه اللي باغينها. وكنتفق مع السي الناصري بان وكذلك سهداد ان كاين الجهويه المتقدمه هي عندها بزاف ديال الجوانب، جانب سياسي اللي كيخص تهيئ له وكيخص التقدم فيه، وكاين الجانب اللي المجلس الاقتصادي والاجتماعي كذا هو المحتوى، يعني شنو هو المحتوى ديال النموذج التنموي اللي غادي يكون في هذه الجهات وخاصه في الاقاليم الجنوبيه. كاين رهانات اللي خرجت من انطلاقا من التشخيص اللي قمنا به، كاين 5 رهانات اللي غادي نشتغلوا عليها باش يكون عندنا تصور ديال هذا النموذج المستقبلي. الرهان الاول باختصار شديد سرجلنا باختصار شديد اصلاح السريع، اصلاح السياسات العموميه باش يكون هناك خلق الثروات، لان ما يمكنش باش نبقاو في النموذج الحالي. ما تفصلش الحالي اللي ما يعتمد على الدوله كهذا فاعل هذا. تخصيص القيمه المضافه المحققه من الموارد المنطقه الى تطوير المناطق والساكنه ديالها، اذا هذه مساله اللي خصها تكون جوهريه. حمايه البيئه، كاينه مخاطر كبيره على البيئه في المناطق وخاصه على الداخل، على الخليج الداخل. المكون الثقافي خصو يكون واحد الركيزه اساسيه ديال التنميه، ماشي غير الناحيه الثقافيه، ما هو باش يمكن يكون اشراك وادماج الفاعلين في المنطقه كيخص يكون هاد المحور محور اساسي، والمجلس كيشتغل عليه. واعاده الثقه هي بالمقاربة التشاركية مع جميع الفاعلين، الممثلين والممثلين المنتخبين والممثلين ديال الجمعويين والجمعويين المستقلين، وهذا هذا هو اللي كيمكن. ثواني شكرا. فعلا احنا كنتكلموا هذا النقاش لانه انطلاقا اولا من قيرتنا على بلادنا ومن وطنيتنا. ثانيا ما يدخل الشك بانه المجتمع الصحراوي احنا ما فينا عقده من روسنا، الحمد لله كنعرفوا سهامنا الكبير في تاريخ هذه البلاد السعيده، لا قديما التضحيات اللي قدموا جدودنا ولا احنا كامتدادنا. ولكن ومعاك السيد الوزير متفق معاك بانه كان شقين خاصه نفرقوا بيناتهم، كاين الشق الخارجي احنا كلنا جبهه واحده موحده للدفاع عن ثوابت الامه وعن وحدتها، كاين السياسات الداخلية، هذا البيت الداخلي. البيت الداخلي الآن عندنا فرصة تاريخية. جلالة الملك كلف المجلس الاقتصادي وهي المؤسسة المحترمة، المؤسسة المتميزة، وقدمت لنا واحد الورقة ومازال خدام عليها. الشيخ أرجوك الآن اللي يجب أنا كنطالب به هو اللي كيطالب به جميع الصحراويين، وهو أي سياسة تهم المناطق الجنوبية يجب إشراكنا فيها، من سياسة تنموية اقتصادية اجتماعية حتى أمنية. فهم الفكرة سيد الوزير باختصار. باختصار أولا قضية تنزيل الدستور هذا مسلسل بدا كاين فيه مثلا البروتوكولات الاختيارية لمناهضة التعليم، دابا الآن راه داز مجلس النواب مشى مجلس مستشاري.
هذا مسلسل فيه الاتفاقيات، فيه السياسات الجديده، فيه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لان جوج مؤسسات اعطيناهم الاولويه، المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس المنافسه على المستوى المؤسسه ديال الحكامه. المجلس دابا الان بالاختصاصات الجديده ديالو راه كيتناقش في البرلمان، اتفق معك. ومجلس هذا مسلسل غادي فيه، وفيه واحد المكون ديال الجهويه المتقدمه. كاين دابا الشق ديال البرلمان، ما كيمكنلكش حنا الحكومه ندخلوا في السلطه التشريعيه، هذا معطى. كاين عمل الان ديال المؤسسات، كاين العمل على المستوى الجهويه، كاين العمل على المستوى النخب الصحراويه. الخط الوحدوي واثق من نفسه يتقدم، وليس فقط الاشراك. انا نكون معك واضح، ان تنبثق سياسه التنميه، لان هذه هي الفلسفه ديال الجهويه المتقدمه من داخل المنطقه. ختم السيد الوزير، ختم. النقطه الاخرى هي القضيه ديال حقوق الانسان في المخيمات والتواصل مع المنظمات. الاشكاليه ماشي في التواصل، لان تلاقينا مع هيومن رايت ووتش ومع منيسي وتحاورنا معهم على هذه الملفات وعلى الاشكاليه، وهو سياسه شموليه مستمره، ما الموسميه غير لا تنفع في هذا المجال، لاننا في حربين مستمره. سيد الوزير، القضيه الامنيه اللي تارها هذا من القضايا الاستراتيجيه. الملك الراحل حسن الثاني رحمه الله كان في مراسله في 3 شتنبر 91 راسل ديك الساعه داك ولا عليها وجاوبه، قال لي كنشكرك على انك دفعتي في اتجاه توفير الحدود باش يتحل هذا النزاع ويتنظم الاستفتاء، لان كانت القضيه ديك الساعه كيتحدثوا على 6 أشهر. الان فعلا طرح الموضوع، وحنا بالنسبه لنا كبلد ما يمكنش نسمحوا بتحول المنطقه العازله الى منطقه. شكرا سيد الوزير. السيد دخيل في ثواني محمد. شكرا. اولا الاصراع بالتنزيل الجهويه، هذا هو اول موضوع. ثانيا تفعيل الكوركاس، لان الكوركاس لحد الان مشلول. علاش مشلول؟ الله اعلم. ثالثا اي خطوه كيف ما كانت، واضيف كلامي لما جاء كلام الشيخ عمر، بانه اي مقاربه خارجها ناس المنطقه بانها مقاربه تقريبا فاشله كيفما كان. ثانيا كفى من سياسه الاستيجاب الحقوق. شكرا سيد دخيل، سيد الوزير، سي الشيخ، سي رشدي، سي العجوي، سي ناصر، اشكركم جميعا، اشكركم مشاهدينا الكرام، والى اللقاء في فرصه مقبله بحول الله.